السلام عليكم بالحضور، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله حنبتدي مع المهندس فارس، بعد دقيقتين يكتمل الحضور. شكرا لكم. السلام عليكم، صباح الخير جميعا، ونرحب بمدربنا المهندس فارس في الجلسة التدريبية المباشرة للبرنامج التدريبي المقدم في السلامة المدرسية لإدارة تعليم منطقة عسير. اسمحوا لي في البدء أن أرحب وأعرف بالمهندس فارس الخليلي، مدير إدارة السلامة المدرسية في الشركة الوطنية للتربية والتعليم، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية، استشاري في مجال السلامة والتحكم بالمخاطر، وكذلك محاضر متعاون في كل من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز في مجالي الأمن والسلامة. حاصل على عدد من الشهادات المهنية العلمية وإعداد السياسات والإجراءات العمل الخاصة في إدارة مشاريع الأمن والسلامة مع الجهات الحكومية وكذلك الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية. فأهلاً وسهلاً فيك مهندس فارس، المايك لك، تفضل. شكراً لكم، يعطيكم العافية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأتمان الأكملان على نبي رحمة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نورنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والوهن، ونور أبصارنا بالعلم وافتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا يا ربنا من عبادك المجتبين المصطفين الأخيار، واجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله هذا اللقاء ما حيكون ممل،
هو يعني خلينا نقول معلومات مختصرة ومفيدة في مجال السلامة المدرسية. حنركز اليوم على موضوعين اثنين، موضوع الحالات الطارئة وموضوع حالات الحرائق لا قدر الله. طبعاً نحن في تعاون دائم مع شركة عناب ومع أوقاف محمد الشيخ محمد إبراهيم الخضير، وبالتعاون طبعا معنا في الشركة الوطنية للتربية والتعليم. اللي مو عارف الشركة الوطنية للتربية والتعليم، نحن طبعا شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم، لدينا تقريبا أكثر من 9 مجمعات تعليمية متمركزة في الرياض وفي منطقة القصيم، وإن شاء الله على السنة القادمة في المنطقة الشرقية، وإن شاء الله يعني في توجهات للتوسع خلال الفترة القادمة. نحن طبعا لدينا خبرة ممتازة جدا في مواضيع الإدارات مختلفة، يعني عندنا إدارات مركزية منها إدارات خدمات مشتركة، إدارة سلامة، إدارة تقنية، إدارة تخطيط مدرسي، إدارة متكاملة يعني تتمركز في تفعيل الإدارات المركزية في القطاع الخاص، ولدينا خبرة كافية في إدارة المجمعات التعليمية. في توجه كبير ومستهدف، وأنتم حتى يمكن أدرى اللي بسمعون الآن، إنه موضوع السلامة موضوع حساس شوية ومتعلق في كثير جوانب ومؤثر بشكل كبير جدا على جودة مخرجات التعليم، كونه يعني أنتم الآن مثلا في فصل صيف مثلا على سبيل المثال، درجات الحرارة مرتفعة وممكن تؤثر على أنشطة معينة داخل المدرسة، ما دور إدارة السلامة فيها؟ هذا أحد الجوانب. لما تصير عندنا حالة طارئة، ما دور إدارة السلامة فيها؟ لما تصير عندنا لا قدر الله تسرب مياه، أو لا قدر الله وجود أمطار، أو تعطل طاقة كهربائية، أو سقوط طفل، كل هذه الحالات إلى علاقة مرتبطة في السلامة. وإشكالية السلامة إشكاليتها أنها مرتبطة بجميع الإدارات، يعني أنت كمعلمة أو أنت كمعلم أو في إدارة تعليم أو مسؤول، سواء بتسمعني الآن في المدرسة أو في الإدارة أو في مكتب أو في السيارة، هتعرف أنه في مسؤولية تقع عليك مهما كنت، يعني ما في حاجة اسمه أنا غير مسؤول، لا، هي المسؤولية السلامة مشكلتها أنها مرتبطة في جميع الإدارات وليس إدارة واحدة، لكن كتنظيم ووضع سياسات وإجراءات لابد تكون في إدارة منفصلة تضع هذه السياسة، تضع هذه المحاسبة، تضع هذه المسؤولية مثل أي إدارة ثانية، لكن كتنفيذ على أرض الواقع وتطبيقها في المدرسة لا، الموضوع هنا لابد يتم وضع خلينا نقول إجراءات ومسؤوليات على الجميع فيما يتعلق في أمور السلام. طيب خلينا نتحول الآن على السلايد اللي بعده. طبعا الكل بيعلم أنه في دورة خاصة في السلامة المدرسية عن طريق منصة عناب، دورة متكاملة تتحدث عن جميع المحاور المتعلقة في السلامة المدرسية، ومحاور فعلا يعني أغلب للأسف أغلب الدورات اللي ممكن تفتح أو تسجل فيها على الإنترنت أو على طريق برامج أو مراكز تدريب أو معاهد، ما حتحصل أنه هذه المعلومات متعلقة في المدرسة أو في التعليم، حتحصل يعني أنها تتعلق في مصانع، في الكونستراكشن، في الإنشاءات، في مواقع مختلفة، في المستشفيات ممكن تحصلها، لكن في المدرسة نادر جدا ما تحصل دورات متعلقة في المدارس. فإيمانا أنه في الشركة الوطنية أنه لابد يكون في شيء متعلق في المدارس، وأن المدارس لها بيئة مختلفة عن المصانع والإنشاءات، وكونها تتعامل مع أطفال وما سن وما دون 18 سنة، وهذه الدورة شملت جميع المحاور، يعني الاستفادة منها عظيمة. نحن حنأخذ محورين اثنين، المحورين هذولا خلينا نقول ما بعد الحالات السلامة، يعني في الاستجابة للحالات الطارئة. السلامة مش فقط إخلاء، السلامة مو فقط طفايات حريق، السلامة مو فقط
أعمل مثلا ما الاستمارة على موقع نور، لا، السلامة لابد في إجراءات وقائية قبلها، قبل ما نفعل هذا الأمور وإجراءات السلامة. يعني الإجراءات الوقائية المتعلقة فيها، تمام، تتعلق دائما فيما يتعلق في السلامة المدرسية. طيب الآن بالنسبة للبرنامج اليوم، حنعرض عندنا عدة محاور خلال الإخلاء والاستجابة للحالات الطارئة. هذه أحد المواضيع الرئيسية اللي تم التطرق إليها في برامج السلامة والصحة. نحن عندنا في الشركة الوطنية، نعطيكم تجربتنا، إدارة عامة اسمها إدارة الخدمات المشتركة، إدارة تندرج تحتها إدارات فعلية للخدمات، يعني تعتبر إدارة الأمن والسلامة من ضمن الخدمات، كونها مرتبطة مع إدارات أخرى. يعني دائما أنت كنت بتلاحظوا حتى في عندكم في العمل، إنه دائما في، يعني خلينا نقول، تضارب ما بين الصيانة والمباني والسلامة والإدارات الأخرى والتقنية، ممكن يكون في خلل. فالخلل هذا لابد يكون تحت إدارة واحدة حتى يتم حل الموضوع من قبل إدارة مستقلة، إدارة لها عهدها المالية، لها فريقها، لها تمويلها الخاص، حتى ما يحدث هذا التضارب. فهذه تجربتنا بخصوص الشركة الوطنية، بخصوص إدارة السلامة والإدارات المعنية تحت إدارة السلامة، كيف استجابتها للحالات. طيب مهندس فارس، إذا سمحت لي، ممكن الشريحة تكون على العرض الكامل؟ بشكل كامل، فقط شريحة. طيب من تحت تضغط بس. كده تمام. أستاذ أمل، إذا ممكن تضغط يعني كامل الشريحة من تحت، display show. كده تمام. طيب، لا، أوكي، تقدر تكمل أستاذ فارس. شكرا. طيب نعتذر إذا كان في حصل خلل. طيب نتكلم عن موضوع الإخلاء والاستجابة للحالات الطارئة. نحاول قدر المستطاع الإخوة والأخوات، نحاول بس نركز شوية. طبعا الأدوار الموجودة داخل هذا السلايدات أو هذا الشرح هي أدوار مهمة وتتعلق في داخل محور المدرسة. يعني المدرسة نفسها، إذا ما إدارة المدرسة والمعلمين والإداريين ما تفاعلوا في خطة الاستجابة للحالات الطارئة، أعرف إنه جميع، يعني ما يتم الآن ذكره ما حيتم التنسيق به ولا الاستجابة لي في 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 تنفيذ هذه الخطة. نحن دائما في نقطة مهمة وللأسف هذه بننساها، إنه دائما لما نضع مقترح، يعني مقترح، دائما للأسف المقترحات كثيرة والأفكار كثيرة، لما نضع مقترح ما بيتم متابعته أو ما بيكون كامل. المقترح أو الخطة أو الأمور هذه لابد يكون أول شيء في دوكيومنت، الدوكيومنت هذا مبني على سياسة، والسياسة هذه بموافقة الإدارات المعنية ومشاركتهم، وضروري مشاركتهم فيها. أنا أفعل إجراء أو أكتب سياسة أو أكتب خطة بدون مشاركة جميع من حولي من إدارات معنية، إدارات تتعمل في الواقع، لا، هنا بشكل أنا خلل، تمام؟ بالإضافة إني أنا أشوف مثلاً، ما أجرب هذا النظام في البداية على جميع المواقع، يعني بجرب مثلاً على جزء معين، وتكون ستيب باي ستيب وخطوة خطوة عشان ينجح النظام. أما أنا أشتغل أرمي المقترح وأرمي الفكرة وأرمي السياسة بدون ما أتابع وراها، بدون ما يكون في تدريب
بدون ما يكون في تأهيل، بدون مثلا ما يكون يعني مثلا هذه أعمال إضافية أو أعمال خلينا نقول تسند لهذا الشخص أو لهذه المعلمة، إذا ما في مثلا مكافأة عليها أو تحفيز أو خلينا نقول عقوبات. النظام لازم يكون متكامل والبرنامج يكون متكامل. ما أجي أنا أقترح وأرمي برنامج أو أضع سياسة أو أعمل دليل سلامة أو دليل إجراءات بدون كامل المحاور كاملة. دائما لما نبغى نطبق سيستم أو نظام لابد تكون الإجراءات متناسقة ومنظمة. تمام؟ طيب. الشريحة، معلش أستاذ فارس، العرض على الشريحة الأولى، هل أنت بتحرك؟ أنا ماني شايف الشريحة الأولى، أنا شايف الشرائح الثانية. الإخوة اللي في الشات، أنتوا شايفين شريحة واحدة ولا أكثر من شريحة؟ اكتبونا بس. شريحة واحدة أستاذ فارس. طيب. كده. تمام كده تمام. طيب. طيب. فموضوع خطة الإخلاء والاستجابة أو أي نظام أو أي برنامج لابد يكون متكامل، وليس فقط أني أضع مقترح وبدون ما أتخذ إجراءات أو أروح مثلا على موقع إنترنت أو في تويتر أو أروح أشوف مثلا واحد من الجهات عملت كذا أروح أخذ الكلام هذا وأضعه لي. لا، النظام والسيستم والبرامج والأهداف والمشاريع لابد تدرس حسب المكان وحسب الواقع وبمشاركة فريق ولجنة، واللجنة هذه لابد يكون لها تحفيز وبرامج تدريبية حتى تضع هذه البرامج بشكل صحيح. أما أضع سياسة أو برنامج وأقول للجميع نفذ وفقط بدون متابعة التفاصيل الثانية كتقييم تقييم الواقع، تقييم التجربة، التدريب، التأهيل، أنا كده وضعت نفسي في مسؤولية خارج إطار الحالات الطارئة. تمام؟ طيب، نأتي الآن لأهداف البرنامج. نحن عادة بنعمل برامج في الشركة الوطنية، نعمل برامج. البرامج هذه في برامج متخصصة مثلا في الإسعافات الأولية، في برنامج خاص في الحراسات المدنية، في برنامج خاص في خطة الاستجابة، في برنامج خاص لما يتعلق في حالات كورونا لما كانت اللي هي الكوفيد 19. فهذه برامج كلها، البرامج هذه كلها عبارة عن بروجكت، مشروع بيتم متابعة تحقيق أهداف هذا البرامج بالنسبة للمشروع الكبير اللي هو إني أقلل مثلا عدد البلاغات، أقلل عدد الحالات الطارئة، أقلل عدد الحوادث الوشيكة. ومن الضروري، من الضروري المهم، من الضروري، هذا شغلة مهمة جدا للجميع سواء في إخواننا وأخواتنا في منطقة عسير أو في الإدارات الأخرى، ضروري جدا يكون في تعاون. تعاون كيف؟ يعني أنا عشان أعدل على هذا النظام اللي عندي في منطقة عسير أو في مدارس منطقة عسير لابد يكون في تعاون داخل المرحلة بالبلاغات، برفع الملاحظات، برفع الشكاوى، في تنمر مثلا حصل والتنمر هذا حدث نتيجة عنف. البلاغات هذه مهمة. ليش؟ لأنه لما أحصل على هذه البلاغات أنا كإدارة متخصصة سواء إدارة سلامة أو إدارة خدمات أو إدارة شؤون تعليمية أو إدارة مسؤولة أو إدارة إشراف، معرفة هذه النقاط الخلل بتعطينا حلول ومعالجة للبرامج، كيف إيش أدقق عليه، إيش أركز عليه. أما أنا أضع مثلا برامج ما لها علاقة في الواقع أو ما بتستجيب للواقع، هنا الخلل، إن أنا أعطي حاجة وخلل عندي موجود. فنحن بالنسبة لنا كأهداف إدارة السلامة دائما
البرنامج هذا بيعطي مدراء المراحل ومديرة المراحل والوكيل والوكيلة وأيضا منسقي الأمن والسلامة طرق وحالات واقعية كيف ينفذ البرامج هذه. تمام؟ طيب، نحن في الشركة الوطنية للتربية والتعليم وضعنا سيناريو وسيناريوهات لطريق الاستجابة. طبعا طرق الاستجابة زي ما ذكرنا، نحن ما بنتكلم عن حرائق فقط، حنريكم الآن كيف نحن بنتعامل مع خطط الاستجابة لجميع الحالات. إيش الهدف من خطط الاستجابة؟ خطط الاستجابة باختصار، أنا لا قدر الله لما تصير عندي حالات طارئة، وهذه المشكلة إني بواجه مشكلة إنه طريقة اتخاذ القرار في مشكلة، يعني بيكون الذهن مشغول في أمور ثانية. على سبيل المثال، لو تذكر كل واحد بيذكر لما تصير عنده حالة طارئة يمكن ما بيحس بنفسه، يعني بيمسك مثلا أماكن ممكن ساخنة حارة إيديه مثلا تتأثر، ممكن بيتم معالجة شيء معين وما بدري توابعه إلا بعد ما يجلس شوية مع نفسه يقول والله أنا لو اتخذت القرار بالطريقة هذه أحسن. الإشكالية لما تصير هذه الحالة الطارئة ما بنعرف نتخذ قرار، أو بصير اتخاذ القرار خطأ، وهنا بيتم تفاقم الحالة، بتصير مثلا عدد الإصابات أكثر، عدد الحالات أكثر. طيب، هل حتقول لي والله يا مهندس الحمد لله نحن ما عندنا حالات كثيرة؟ أوكي، الحمد لله، هذا شيء ممتاز ومؤشر جيد، لكن إشكالية حالات الطوارئ ما بتقول لك، يعني ما بتبلغك أنه تقول والله حيصير في حريق، ما حتقول لك والله أنا بالنسبة لي في حالة سقوط طالب حتصير عندي هذا اليوم، ما حتبلغك زي الحالات اللي صارت قبل كم يوم. ما حتقول لك والله أنه مثلا ممكن يصير حالة دهس. حالات الطوارئ ما بتحصل ولا بتبلغك ولا بتعطيك مؤشر. طيب، هنا إيش دورنا كإدارات تعليمية وكمدارس؟ هنا دورنا إن نحن نتدرب بشكل واقعي وبسيناريوهات، لما تصير هذه الحالة أنا أكون مستعد بالخطوات اللي أقدمها، كيف أستجيب للحالة، كيف أطبقها، إيش الخطوات اللي أبلغ مين الجهات المعنية، أبلغ مثلا أولياء الأمور، كيف أسيطر على المكان هذا بدون ما تزيد عندي الحالات أكثر. هذا الهدف من خطة البرنامج للاستجابة لحالة الطارئ. تمام؟ طيب، قبل الاستجابة لحالة الطارئ طبعا عنده مواضيع سابقة جدا وهي مهمة وأهم من هذه الحالة، اللي هو أني أنا أكون وقاية، يعني أنا ما أبغى تصير عندي الحالة الطارئة. الوقاية قبل، الوقاية طبعا قبل ما تصير عندي الحالة الطارئة، لكن الوقاية جزء رئيسي لكنه مكلف ومحتاج دعم مادي ضخم ومحتاج تقنيات. كل ما زالت التقنيات قللنا من الاستجابة لحالات الطوارئ، وأصلا ما في حد يكون عندي استجابة لحالات الطوارئ إلا نادر جدا. لذلك وضعنا خطة الاستجابة لحالات الطوارئ، لأني أنا الإمكانيات مثلا عندي مش متكاملة، ما عندي مثلا أجهزة إنذار متكاملة، ما عندي نظام إطفاء حريق متكامل بشكل كبير، ما عندي فريق، ما عندي كوادر إدارية كبيرة جدا تستجيب الحالة الطارئة، القدرات محدودة، لذلك حطينا الاستجابة الحالة الطارئة. خلينا الآن ننتقل step by step، خطوة خطوة، حتى نشوف كيف نحن كشركة وطنية هذه تجربتنا بالتعامل مع حالات الطوارئ. طيب، نحن قسمنا الحالات الطارئة لأكواد، والأكواد هذه تختلف ما بين إدارة وإدارة، يعني في وزارات عاملة أكواد خاصة لها، في جهات معينة زي المصانع عاملة أكواد، نحن في الشركة الوطنية عاملة أكواد خاصة لنا، والأكواد هذه مهمة للتعامل مع الحالات وتسجيل الحالة والإبلاغ عنها. يعني أنا بدل ما أقول إنه في حريق عندي بيكون عندي حاجة اسمها الكود الأحمر أو كود ريد، لما يكون عندي مثلاً حالة صحية معينة أو ظهور مثلا انتشار عدوى أو ظهور مثلا حيوانات أو حشرات أو يعني تتعلق في حالات صحية، أنا بعتبر أنه عندي بلو كود بلو اللي هو الكود الأزرق.
لا قدر الله لو اختفى طفل او مثلا هرب من المدرسه او طلع، فانا عندي كود اسمه متعلق بالبين كود. لما تصير في ماس كهربائي او انقطاع كهرباء معين، فانا عندي كود اسمه الاورنج. لما تصير عندي كارثه داخليه مثلا زلازل، براكين، ارهاب، متفجرات لا قدر الله شيء، انا عندي كود اسمه الكود يلو. لما تكون عندي اخلاء، او خلينا نقول خلاص عندي evacuation بغض النظر ايش الحاله، اخلاء، فانا بستخدم الجرين وهكذا. فانا الاستجابه للحالات الطوارئ لابد اعين كود ليها لون، والهدف من اللون هذا اني انا بتعامل مع اطفال، بتعامل مع خلينا نقول دون سن 18 سنه، بيتعاملوا مثلا مع الالوان، مع الامور اللي قريبه من تعليمهم. فلما مثلا اقول له مثلا ماس كهربائي ما حيفهم علي الطفل، لما اقول له مثلا وعكه صحيه بلو ما حيفهم علي الطفل. لذلك مش مهمته انه يعرف، مهمته انه مثلا انه يعرف انه هذا اللون او الكلر الاداره عندي او المسؤوله انه في حاله عندي صحيه، في حاله عندي اختطاف، في حاله عندي ماس كهربائي، في حاله عندي انسكاب. الكلمه هذه والكود بيسهل الاستجابه للحاله الطارئه، ما يكون في خوف وهلع. يعني مثلا لو اقول مثلا صارت عندي حالة صحية، مثلا طفل سقط على الأرض وجت له مثلا سكتة قلبية أو جلطة ولا قدر الله أو أحد الكوادر، بدل ما أقول والله مثلا حالة صحية الحقوا فلان، بعطي هذا الكود. الكود هذا لما نتدرب عليه أنا أعرف أنه عندي حالة صحية، والاستجابة لي بالطريقة 1 2 3 4 بدون الإخلال في الاستمرار في التعليم عندي داخل المدرسة. تمام؟ فالمهم جدا تفعيل الأكواد، وتكون الأكواد ممكن طبعا، هل قولوا لي مثلا نعتمد على هذا الكود عندنا في تعليم عسير ولا لا؟ لا مو لازم. هل ممكن أنتم تستخدموه؟ ممكن عادي، هي تعتمد عليكم أنتم تختاروا الأكواد اللازمة للمكان المناسب لكم والطرق المناسبة لكم. تمام؟ وممكن حتى في تفعيل لهذه الأكواد في بعض الإدارات أو في بعض المدارس ممكن نفعلين هذا الشيء، أنا ما بعلم فيه، لكن هو ضروري تفعيله للاستجابة للحالة الطارئة. نرجع نكرر جماعة الخير، موضوع مهم، ما أضع الأكواد، ما أضع الخطط، ما أضع لهذا بدون برنامج شامل. حنشوف البرنامج الشامل وحنشرح لكم طرق كيف تستفيدون. تمام؟ طيب طبعا حشوف الأسئلة بعد المحور الأول، حتى بس ما ننقطع لأنه الموضوع طويل جدا، وتحتاج كل موضوع له هدفه. تمام؟ حشوف الأسئلة إن شاء الله بعد نهاية السكشن الخاص في الحالات الطوارئ. ننتقل النقطة الثانية، موضوع بيانات الموقع أو بيانات المكان. يعني أسجل اليوم والتاريخ اللي أنا سويت فيه هذا النظام والبرنامج، لأنه هذا برنامج محدد. أعمل اللوكيشن، موقعه من ناحية الجي بي إس، الحي، الشارع، المنطقة، كل المعلومات اللي بتحدد لي الموقع. هل هو فرع لموقع؟ هل هو يعني تفرع ل يعني إدارة، يعني مثلا مدرسة ولها فرع معين أو مجمع له فرع معين؟ تمام؟ هل هي مرحلة حضانة، رياض أطفال؟ هل هي مرحلة ثانوي، مرحلة دولي، مرحلة عالمي، منهج وطني، منهج أعتقد في مدارس اللي هي برضو تحفيظ القرآن؟ نحدد إيش نوعية المرحلة اللي عندي، نحدد هل هي بنين ولا بنات، نحدد عدد الطلاب الموجودين عندي لأنه بناء على عدد الطلاب في برامج مختلفة، نحدد عدد الكادر. تمام؟ هذه بيانات الموقع اللي أبغى أسوي فيه إخلاء، يعني أو أبغى أسوي فيه حالة طارئة. موقع واحد، يعني نتكلم عن موقع، نتكلم عن مبنى أو مجمع تعليمي أو مرحلة تعليمية مفصولة فصل كامل عن الموقع آخر. واضح إيش بيانات الموقع؟ هذا بيانات الموقع. تمام؟ إذا هذه خطوة رئيسية، أني يعني أنا لازم أستكمل البيانات الرئيسية إن أحدد إيش بيانات اللي عندي. طيب ننتقل
بعد ما نيجي على موضوع اللي حددنا الموقع نيجي نعتمد الخطة. طيب الخطة هذه في فايل أو ملف لازم يكون مكتوب إيش هي الخطة هذه، حنوريكم إياها الآن، لكن لازم فيها اعتمادات. اعتماد مين؟ لازم نكتب أسماء الموظفين والموظفات. أنا بالنسبة لينا كشركة وطنية صراحة رجعنا للأدلة كلها الموجودة على موقع الوزارة وعلى موقع الأمن والسلامة وعلى حتى جهات كثيرة حتى خارج المملكة، وجدنا أنه يعني في إشكالية أنه كثرة اللجان يعني مشكلة كبيرة، يعني ما بنحس أنه لجنة كذا ولجنة كذا ولجنة كذا. طيب المفروض يعني وجدنا أنه الأفضل شيء أعمل لجنة واحدة، أفضل لجنة واحدة متعلقة في الأمن والسلامة في المدرسة، يعني أي شيء متعلق في الأمن والسلامة والصحة وما يتعلق بها اعملها لجنة واحدة. اللجنة هذه هي العلاقة في الإخلاء، في الطوارئ، في العيادة الطبية، في الاستجابة، في الحرائق، أي شيء متعلق في سلامة الطفل أو سلامة الطالب أو سلامة المبنى، خلص هذه لجنة واحدة. طيب هذه اللجنة لازم توقع على أنه قرأت الخطة وعرفت مسؤولياتها والبيانات اللي طبعا مهم جدا. أيضا في اللجنة ما نجيب مثلا خلينا نقول شخص مثلا كبير بالسن عنده مشاكل صحية، إيش الفائدة؟ يعني أنا أبغى أستجيب لحالة طارئة، هل هذا الشخص هذا اختياره صحيح؟ لا مو صحيح، لازم أختار يكون الشخص بنيته الصحية جيدة، ما عنده أمراض مزمنة. بالنسبة للنساء ما تكون مثلا من النساء الحوامل أو تكون عندها مثلا رضاعة أو تكون عندها مرض صحي لا قدر الله. يعني اختيار لجنة الأمن والسلام لازم يكون البنية السليمة مهمة جدا، وما يكون في مرض مزمن، والشخص اللي نختاره يكون شخص ملم في المبنى وملم في المجمع تمام أو في المدرسة تمام. إذن الاختيار الرئيسي مهم جدا في لجنة الأمن والسلام. من الكادر الموجود؟ الكادر الموجود وكيل، مرشد، مرشدة، يتم كتابة اسم الموظف أو الموظفة، رقم الجوال مهم، وتوقيعه على اعتماد هذا الخط. نعتمد ونكتب هذا الورقة الثانية اللي بيتم اعتماده وقراءته. هذا بوثقنا قانونيا انه اعتمدنا انه لجنة أمن السلامة عرفت مهامه وعرفت الخط. ننتقل لبعد. أيوة الآن في شيء مهم جدا مهم جدا. اللجنة مو شرط يكون هم المستجيبين لحالة الطوارئ. أبعطيكم تجربتنا، وهذه تجربة موجودة يعني في المدارس الأهلية بشكل عام، لكن نحن بنركز عليها. في عندنا في كل طابق اسمه مسؤول أو مسؤول الطوابق، هذا الشخص بيكون مكتبه في الطابق، يعني بسنتر بيشوف أي طالب وطالبة وين راح طلع، بده يستأذن، تحرك من هنا ولهنا، المعلم وين راح، يعني زي كأنه كاميرا مراقبة في الطابق هذا أو في الممر، بحيث مسؤوليته يتابع إيش اللي صار هنا هنا هنا. هذا الشخص نعطيه مسؤولية الاستجابة لحالة الطوارئ. ليش؟ لأنه هو الموجود في المكان هذا وعارف المكان بشكل تفصيلي، مين الفصل الفلاني، مين بالحصة الفلانية، مين اللي طلع دورة المياه، مين اللي استأذن، كامل التفاصيل في هذا الطابق. هذا الشخص بيكون أو الموظف هذا المسؤول عنه. هذا الشخص مكون مسؤول في حالة في الطوابق، لقدر الله صارت حالات طوارئ أو شيء، هو المسؤول عن هذا الطابق للاستجابة لحالة الطوارئ. هنعرف إيش مهامه بعد قليل، لكن هذا الشخص مهم. طبعا لازم نحدد اسمه، أيضا رقم جواله والمسمى الفعلي، وموجود في أي طابق، هل في الطابق الأرضي، في الأول، في الثاني، ويوقع على مسؤوليته في الاستجابة لحالات الطوارئ تمام. طيب نيجي الآن للمهام والمسؤوليات. طيب إيش مهام مسؤوليات الاستجابة لحالات الطوارئ اللي هم موجودين في الطوابق؟ طيب أول شيء إرشاد الطلبة، يرشدهم وين يتوجهوا، يرشد المعلمين، يرشدهم لنقاط التجمع، اطلع من هذا المخرج، اطلع من هنا، لا تتحرك، اطلع على السطح، ممكن ما يقدر يخلو في الأرضي، يطلع على السطح.
بيعرف الطلاب الموجودين راحوا دورات المياه اطلع، بتفقدهم، بيعرف المكان كامل، هو مسؤول عن المكان. وحتى هذا الشخص يعني اي حالات طوارئ ممكن تصير، حالات حريق شيء، عنده طفايت وعنده اسعاف، شنطه الاسعافات، بيستجيب للحاله الطارئه مباشره. تنبيه الطلبه والكادر والزملاء بعدم الذعر، بنبههم اهدوا لا تركضوا، ما تدافعوا، مهمته هذا في المو... في ال... في, ال... في الطابق. بتاكد من فصل التيار الكهربائي في الطابق، لانه غالبا الكهرباء موجوده في هذا الطابق، الا اذا كانت يعني مرحلة جديدة أو مدرسة جديدة بتكون الفصل أوتوماتيكي. بتأكد من غلق الأبواب والنوافذ والمخارج والمخصص لعملية الإخلاء. بتوجه نقطة تجمع بعد ما يتأكد أن الطابق هذا انتهى ما في أحد. إبلاغ إدارة الأمن والسلامة أو المسؤولين عن إدارة الأمن والسلامة بأنه في حالة طارئة حصلت عندي في هذا الطابق، والتواصل مع الجهات المعنية إذا كان لازم، تمام، مع الإدارات المعنية والتنسيق معها. التعامل مع الحريق، يعني صار في حريق يتعامل معه مباشر، يمسك الطفاية وراح يطفي مثلا مباشر، مكافحته، إسعاف المصاب، والإبلاغ طبعا في الحالة الطارئة. هذا مسؤولية مين؟ الاستجابة للحالة الطارئة. ما قلنا مسؤولية المستجاب للحالة الطارئة الموجود في الطوارئ، ما قلنا أنه يعمل الخطة، ما قلنا يعد الطلاب في 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 نقطه التجمع، ما اعطينا مهام انه يقوم ب التنسيق مثلا او الذهاب لنقطه التجمع واختيار نقطه تجمع مناسبه ولا غير مناسبه، ما قلنا له روح يفحص انظمه الاطفاء والاخلاء، ما اعطينا مهام ثانيه، اعطينا مهام محدده فقط في الاستجابه لحالات الطوارئ. وهذا من ضمن الكادر الموجود فعلي، ما نوظف واحد يكون ما يعني خلينا نقول وظيفته فقط استنى الحالة الطارئة، لا، من الموجود حاليا، لأنه مهم جدا أنه ما ننفق مبالغ كبيرة جدا على أمور مثلا مش مستمرة معانا. هذا الحالة الطارئة ممكن تحدث مرة في حياة المدرسة كلها. ننتقل، نيجي لمهام الكادر والموظفين والموظفات. مهمين الكادر، المعلمين، المعلمات، أي واحد غير اللي ذكرناه الآن، تمام؟ طيب، إيقاف العمل فورا، ما في حاجة نوقف العمل. أخذ المقتنيات الشخصية المهمة، يعني إذا كان في جوال، محفظة، مفاتيح، شيء ناخذه مهم جدا، لأنه ممكن هذا نحتاجه. اتباع إرشادات مسؤولي الاستجابة للحالات الطارئة، يعني نتبع الكلام الموجودين في الطابق، اطلع اطلع خلاص استمر. ونساعد مين؟ إذا كان في أطفال لابد نساعدهم، بالذات في المراحل الدنيا. وإذا كان في أطفال يعني ناس ذوي إعاقة أيضا نساعدهم، وهذا مهم جدا. نتأكد من غلق الكهرباء والأبواب والنوافذ، يعني في كهرباء موجودة في الفصل أو الكلاس تتسكر، نغلق الباب، نغلق الدرايش، إذا كانت مثلا كل ما قللنا الحرائق الموجودة داخل الموقع، تمام. عدم استخدام المصاعد، التحلي بالهدوء وعدم الارتباك، التعاون مع فريق الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة الحريق وإسعاف المصابين، وأيضا الاستجابة في حالة صار في حرائق أو شيء معين ممكن يحدث داخل الموقع. طيب، نأتي لمهام حراس المباني والحراسات المدنية. طبعا هذول موجودين في كل موقع، في حراس أكيد داخل كل مدرسة وفي حراسات مدنية، تمام. طيب، تأمين المبنى وحفظ النظام، هذا مهم جدا. منع دخول غير المتخصصين داخل المبنى خلال حالة الطوارئ، يعني واحد داخل مثلا قال لك جاي يفزع، تمام، ممكن يسبب لنا ربكة. منع حركة المركبات بالقرب من المبنى، صار فيه مركبات وحركة نبعدهم عن الموقع هذا. تنظيم الطلب بعدها موقع الخطر عند الإخلاء في حالة خروجهم خارج المبنى، يعني أنا مضطر أني أطلعهم خارج المبنى، ما يعني ما قدرت أخليهم داخل المبنى لسبب ما، فهم إيش بيحاولوا ينظموا تنظيم الطلاب. بنقدم مساعدة للجهات المختصة عند الحالة الطارئة، بنبلغهم وين يتعاملوا، هذا إذا كان أمن وحرس مدنية. متابعة مع إدارة المجمع أو إدارة المدرسة وإدارة السلام في الإجراء المتخذ، إيش تم اتخاذ إجراء. مكافحة الحريق وإسعاف المصاب ومساعدتهم. تنظيم إيقاف المركبات بالشكل الصحيح، وهذه إجراءات وقائية
للمكان. يعني في كثير من المواقع بيتم إيقاف المركبات مثلا داخل المبنى أو قريب من المبنى. طبعا إيقافه داخل المبنى أعتقد له أسبابه داخل بعض المدارس وداخل المجمعات، لكن لابد أنه المركبة هذه طبعا تعرفين فيها بنزين وفيها ديزل، ممكن اقترابها من المبنى ممكن تسبب زيادة في الحرائق والانتشار، ممكن في صعوبة أنك تخلي نفسك بالمركبة وتهرب أو خارج الموقع. فمن ضمن الاشتراطات أنك حاول نبعد المركبات عن المباني قدر المستطاع. نستكمل مهام إدارة المدرسة أو إدارة المجمع التعليمي وإدارة الأمن والسلامة داخل المجمع وداخل المدرسة. لازم يكون في دعم في التدريب وإعداد خطة الاستجابة لحالات الطوارئ، لازم في دعم في أنظمة مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية، لازم الدعم مع التواصل مع الجهات المعنية وسهولة التواصل، الدعم في وضع حلول استراتيجية لحالات الطوارئ، صارت عندنا حالة غريبة يضع حلول لها استراتيجية، المتابعة الشاملة لتقييم وتحليل خطة الاستجابة لحالات الطوارئ، نتابع هل فعلا في استجابة، هل تم تطبيقها ما تم تطبيقها، كل هذه الحالات الطوارئ مهمة جدا في الاستجابة للحالات الطوارئ. طيب الآن ذكرنا لكم المهام لمين؟ لمسؤولين خطة الاستجابة لحالات الطوارئ، واضح؟ يعني وضعنا المهام والمسؤوليات وقلنا وذكرنا شيء نركز عليه بشكل مهم جدا. ما أجي أكتب نظام أو برنامج أو وضع معايير في أي شيء، سواء في الخطة الاستجابة لحالات الطوارئ أو السلامة أو أي برنامج آخر، ما أجي أطبقه وأكتبه وأنا ما عندي كامل المحاور. طيب نكمل، إيش المحاور هذه؟ التدريب، ما أجي أنا أكتب لهم سياسة أو خطة استجابة أقول لهم يلا هذه خطة إخلاء، أجي بالنت أكتب خطة إخلاء في مدرسة أخذها كوبي بيست وبس، كلام حشو كلام فاضي ما هو له فائدة ولا له قيمة وغير مطبق. إيش اللي استفدنا؟ ليش يكتب الكلام وهو غير مطبق؟ لا، لازم نكتب وندرب ونطبق للحالة الواقعية. كذا نحن يعني إجراءات وقائية لابد نطبقها بشكل الصحيح. التدريب إيش فائدته؟ يتم عقد التدريب قبل تنفيذ تجربة الإخلاء والتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، قبل تنفيذ أي مرحلة، وكل هناك سيناريو نحن كشركة قطاع عملنا السيناريو في المواضيع التالية. لازم يكون في تدريب على أساسيات الإخلاء وأكواد حالات الطوارئ، الأكواد اللي ذكرناها الألوان. لازم في تدريب على كيفية التصرف في حالة صار عندنا حالة طارئة. لازم يكون في تدريب على المناطق الخطرة والآمنة في المبنى، يعني في منطقة عارف فيها تخزين، عارف اني حاطط فيها رجيع متوقع عاد انه في حريق، فانا لازم اعرف ان هذا منطقة ممكن تشكل لي حريق في وقت، منطقة فيها كهرباء، منطقة فيها تخزين، انشطة لازم نعرفها. 4 طرق التعامل مع الطلبة لمنع الهلع والارتباك، مهم جدا انه نمنع حالات الهلع والارتباك. وجدنا نحن في الشركة الوطنية ومع مدارس التربية النموذجية، احنا مدارسنا مدارس التربية النموذجية ومدارس الخوارزمي ومدارس الغد، كل هذا يتابع لنا كقطاع خاص. التعامل مع حالات الهلع والارتباك مهم جدا انه في الدرجة الاولى مشكلته في الصوت، يعني حتى لو تشوف مثلا تقرر الصوت هو اللي بيسبب حالة الارتباك، الصراخ، النداء، الصياح هو اللي بسبب حالة الارتباك. لذلك قدر المستطاع الهدوء وعدم الربكة وعدم الصراخ وعدم وجود صوت مزعج ممكن يستجيبنا لحالات الطوارئ بدون أي هلع وبدون خوف. تمام، لذلك وضعنا الأكواد، وضعنا الخطط، وضعنا السيناريوهات. جاهزين الآن خلال 10 دقائق الأخيرة هذه حنعرض لكم سيناريوهات. السيناريوهات هذه مهمة جدا تطبيقها في خلال التدريب. تمام، طيب نعرض السيناريوهات. بسم الله، عاملين نحن السيناريوهات في سيناريو خاص في الحرائق، في سيناريو خاص في وعكة صحية، في سيناريو خاص في لا قدر الله صار عندنا زلزال، في سيناريو عندنا لا قدر الله صار عندنا تسرب مواد كيميائية من المختبر،
في عندنا سيناريو في حالة حريق لكنه محدود، تمام؟ هنشوف السيناريوهات الآن. ركزنا في خططنا نحن كشركة وطنية، ركزنا أنه لأنه أكثر الحوادث حرائق، فركزنا أنه السيناريوهات والخطوات والاستجابة تدريب الرئيسي على الحرائق، وبعدين ننتقل على السيناريوهات الثانية لأن هي أكثر الحوادث اللي ممكن تحصل. ركز معي، لاحظ أنا فعلت لك أول شيء الكود الأحمر، الكود ريد، بعدين كود جرين، بعدين كود وايت. الكود وايت اللي هو العودة للحياة الطبيعية أو الوضع الآمن في المدرسة. هذا السيناريو الأول. السيناريو الأول تطبيق الخطوة الأولى من تنفيذ خطة الإخلاء تبع التعليمات التالية. شوف السيناريو، بسبب حريق في إحدى الغرف، غرف أو فصل، ولم يتم السيطرة عليه، يعني حريق ما تم السيطرة عليه، مو سهل السيطرة عليه، استخدم الكود الأحمر اللي هو الكود ريد. إخلاء يكون بالنداء، يعني أنا مو شرط أقول أنا ما هأطبق حالات الإخلاء والطوارئ إذا ما عندي جرس إنذار، خطأ. ممكن أطبق حالات الإخلاء بالنداء، أقول إخلاء إخلاء للطلبة، تمام؟ أو لا المدير المسؤول في الطابق، ويكون لكل فصل لوحده. يعني أنا السيناريو هنا إيش الفائدة منه؟ أدرب كل فصل لحاله، ما أخلي المدرسة كلها وتصير تدافع وبس أصور وارفع على موقع الوزارة أني أنا طبقت الإخلاء. لا، إيش الفائدة إذا أنا عارف أنه الكلام كله فاضي فاضي؟ لا، نحن نطبق صح عشان نعلم الطلاب. السيناريو الأول والخطوة الأولى نطبق كلاس كلاس، ندخل على كل فصل نقول لهم يعطيكم العافية، فهم الطلاب نحن هنطبق خطة إخلاء، هنقول لكم إخلاء إخلاء. لما نقول كلمة إخلاء إخلاء كل واحد يمشي شوي شوي على مهله بمشي سريع، ونروح نقطة التجمع، حنوجهكم لدرج مختلف عن الدرج الثاني. يعني هم الطلاب مثلا معتدين يطلعوا من درج وينزلوا من درج، طلعوهم من درج ثاني، خرجوهم من درج ثاني، يعني يغيروا لهم طريقة الإخلاء. يتم إخلاء كل فصل لوحده، يعني بتخلي تمسك كل فصل بتفهمهم هذا الإخلاء وبتاخذهم لنقطة التجمع، بتخلص معهم وترجعهم مرة ثانية، تأخذي فصل ثاني وهكذا بالترتيب، ثم عودتهم للفصل الثاني وهكذا، مع الشرح للطلبة كيفية الإخلاء وأهميته وكيف نتعامل مع إخلاء بدون ذعر أو خلل. يعني أنا هنا أخليتهم بدون جرس، بصوت فقط، وهذه أحد طرق الإبلاغ، مو لازم يكون عند الجرس شغال عشان أخلي الطلبة. يتم إخلاء الطلب من باب طوارئ محدد برمز إلى نقاط التجمع. يعني نحاول قدر المستطاع باب الطوارئ أو مسار الطوارئ نحدد له رمز، مثلا هذا الباب أو الدرج A، هذاك الدرج B، هذاك الدرج C، نحدد أنه هذه رموز. فأنتوا قولوا للطلاب الفصل هذا أنتوا الأساس إخلاكم من المخرج A أو من الدرج A، فبتحدد له هذا المكان. الساحة الخارجية، و بنخليهم من موقع ما اعتادوا عليه أو درج ما اعتادوا على الذهاب. يجب أن تكون الساحات الخارجية اللي بيطلعوا عليها نقاط التجمع قدر المستطاع نخرجهم في الطابق الأرضي، وأن تكون ذات تهوية طبيعية. كيف تهوية طبيعية؟ يعني في مكان في تهوية يتنفس هواء بعيد عن المبنى قدر المستطاع، قدر المستطاع، موجودة خارج المبنى خير وبركة، بس أهم شيء يكون في تهوية طبيعية ومكان قادرين الطلاب يجلسوا فيه، بحيث أنه ما تصير في عندني تكدس أو أدخنة ممكن تسبب لي خلل للطلب. بنسجل وقت الإخلاء، والمهم أنه لا يزيد عن 3 دقائق لكل الطلاب. فإن الخطوة الأولى أنا أخلي فصل فصل، هذا الطريقة الصحيحة للتدريب، وليس أني أخلي المدرسة كاملة وفقط أصور والكل يلا يطلع 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 طبقت الخطة. لا، هذا مش صحيح. نطبق صح، نخلي كل فصل بفصل لحاله طريقة صحيحة وبوعي وفهم وكده بتركيز. المدرس عارف إيش دوره، الطالب عارف إيش دوره، عارفون وين مخارجهم بالطريقة الصحيحة وبنقطة التجمع الصح، بدون خلل على كل المدرسة وبدون جرس وبدون أي خلل ممكن يحدث. خلصنا الخطوة الأولى، ننتقل للخطوة الثانية. عندي الخطوة الثانية في السيناريو واحد اللي هو الحراك، سيناريو مختلف. كيف السيناريو هذا يا مهندس؟ نشرح.
نفس الأكواد، كود أحمر، كود أخضر، كود أبيض. بسبب الحريق، اقرأ معي الخطوات، بسبب الحريق في إحدى الغرف ولم يتم أيضا السيطرة عليه، استخدم الكود الأحمر. أنا ما تم السيطرة عليه، على طول بستخدم الكود ريد، يعني أنا ما أنا قادر أطفي. حريق صار، في صعوبة في الإخلاء، في صعوبة في الإطفاء، ففي صعوبة في أني أطفي الحريق، فأنا لازم أخلي المدرسة. الإخلاء يكون أيضا بالنداء، إخلاء إخلاء بدون جرس. والمرة هذه بيكون كل طابق لوحده، يعني أنا عندي طابق في 5 كلاسات أو 5 فصول، بخلي الطابق فقط هذا، تمام؟ يعني أنا دربت الآن أول شيء كل فصل، الآن بعد سيناريو ثاني في وقت ثاني، غض النظر مو لازم يكون وراء بعض، ممكن يكون بعد شهر، ممكن يكون بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعمل إخلاء للفصل كامل، تمام؟ فبخلي الفصل كامل، بعد ما خلصت بخلي الطابق كامل بكل هذا، الكل عارف وين موقعه، الكل عارف وين مخرجه، الكل عارف وين رمزه، والكل عارف وين من الطلاب وين بيجلس في نقطة التجمع، تمام؟ يتم تدريب الطلب على كيفية الإخلاء وأهميتهم وعدم التدافع وعدم الذعر، مع الشرح للطلبة كيفية الإخلاء وأهميته. يتم التوضيح للطلب أن المرة القادمة سيكون هناك صوت إنذار، يعني بتبلغوا الطلاب نحن علمناكم أنه إخلاء إخلاء إخلاء، علمناكم بالصوت، وأن المرة القادمة حيكون في صوت إنذار أو إخلاء أو صفارة. يعني ممكن تجيب صفارة مدرس الرياضة، مدرس الرياضة وتصير تصفره، مو شرط يكون إنذار حقيقي. فبلغوهم أنه أنا الإنذار عندي ممكن يكون إخلاء بالصوت، ممكن إنذار بالصفارة العادية اليدوية اللي ما لها دخل في الكهرباء اللي هي صفارة الملاعب، وممكن يكون صفارة إنذار حقيقي، جرس إنذار، وممكن يكون خلل حقيقي في المدرسة، أو يعني الاستجابة للإخلاء بإنذار اللي هو الجهاز الإنذار الحقيقي اللي هو لوحة الإنذار الحقيقية، اللي هو الصوت اللي بنسمعه دائما اللي بنعتبره أنه خطأ حاصل في المدرسة، أنه خلل في الإنذار. طيب، يتم إخلاء الطلب من باب طوارئ نقاط التجمع في الساحات الخارجية، قبل أن يكون الساحات الخارجية نقطة تجمع في الطابق الأرضي. حصر الطلبة في الساحات الخارجية والتأكد من عدم تواجد أحد داخل المبنى في الطابق اللي هو هذا، يعني نتدرب الآن على طريقة الإحصاء من أنه هذا الطلاب موجودين كلهم وهل حق هل كاملين ولا لا. تسجيل وقت الإخلاء على ألا يزيد 3 دقائق. نرجع، دربنا الطلاب على إخلاء فصل فصل، علمناهم بالصوت، بعدين مسكنا كل طابق لحاله، نيجي للسيناريو اللي بعده اللي هو الخطوة الثالثة، تدريب الطلاب بطريقة مختلفة أيضا على الحرائق. نيجي كود ريد، كود جرين، كود وايت. بسبب الحريق لم يتم أيضا السيطرة على الحريق، استخدمنا الكود الأحمر. الإخلاء الآن يكون بالجهاز الإنذار، يعني خلاص الآن أنا عندي إنذار، ما في إخلاء صوتي عادي. هذا 2، يتم تدريب الطلب على كيفية الإخلاء وأهميته وعدم التدافع وعدم الذعر. 4، يتم تدريب الطلبة في الخطوة الثالثة على الإخلاء أو الزحف إلى الأرض ووضع قطعة قماش أو ترطيب الكمامة في حالة انتشار دخان. يعني في السيناريو رقم 1 في الخطوة 3، التدريب رقم 3، نعلمهم الآن الإخلاء، الإخلاء صار لجميع المدرسة، ونحاول نبلل الكمامة أو نبلل المنديل أو نبلل ملابسنا بأي طريقة ما، وننزل لتحت شوي بحيث نعتبر أن المنطقة هذه منتشر فيها دخان. إذا أنا أرلمتم على سيناريوهات مختلفة، دربتم الآن فصل فصل، دربتم طابق طابق، وفي الخطوة الثالثة دربتم في حالة انتشار دخان داخل الموقع وبنزولهم للأسفل لحالة عدم استنشاق الدخان الممكن قد يسبب وفاة. حصر الطلبة وتسجيل وقت الإخلاء وثم وضع الوضع الآمن اللي هو الكود وايت. طيب، نيجي الخطوة الرابعة، هل خلصت خط الإخلاء؟ لا. نيجي الخطوة الرابعة، تدريبهم أيضا على طريقة مختلفة على خطة الإخلاء. كيف يعني؟ طيب، السيناريو الرابع، وجود حريق في الطابق الأرضي، يتم استخدام الكود الأحمر. الإخلاء يكون بالصوت بكلمة إخلاء إخلاء. لاحظ الحريق وين صار؟ في الطابق الأرضي. يعني أن إخلاءهم وين حيكون؟ هنطلعهم على الطابق الأرضي، حيحترق الطلاب لا قدر الله أو يختنقوا. إذا أنا هنا عندي طرق مختلفة للإخلاء، إن نخلي الطلاب إلى سطح المدرسة أو منطقة
مرتفعه عن الطابق الارضي، احنا نطلعهم في الطوابق العليا، والغالبا نطلعهم في الصحن، لانه منطقه الصحن منطقه مفتوحه ولازم ما يكون فيها خلل او خطوره، لانه هذا ممكن يكون في اخلاء جوي على السطح، لانه انا الحين الارضي عندي في مشكله، انا ما اقدر اخليهم، فما اقول انا اكتف فدية واقول للطلاب الله يعطيكم العافيه انا ما قادر اخليكم خليكم بالفصول، لا اخليهم وين؟ في السطح. طيب هذا التدريب كيف يكون؟ يتم اخلاء كل فصل ايضا لوحده ثم عودتهم. ليش تخليهم لوحدهم؟ لان انتم عارفين الصح ممكن يكون في تكييف، في تجهيزات، صعب نخلي الطلاب كلهم وندربهم في التدريب الحقيقي، نخليهم كلهم لانه ممكن في خطوره شويه غير الحرائق التدريبيه اللي ممكن تصير معنا، فبنخلي فصل فصل. هذا اخر سيناريو ممكن نطبقه ونقول لهم ممكن ترى نخليكم ترى في السطح، لا قدر الله ما قدرنا نخليكم في الطابق الاول. فكذا دربناهم في اكثر من سيناريو، باكثر من طريقه، باكثر من اسلوب، استوعبوا الفكره، استوعبوا الطرق، عرفوا انه في طرق مختلفه للاخلاء، وكذا تعلموا جميع الطلبه للاستجابه لحالات الطوارئ. طيب اذا هذا السيناريو الاول عندنا اللي هو شرحناه الان، حريق لا يمكن السيطره عليه، وشرحنا الان الخطوات اللي قبله. اذا سيناريو واحد شرحنا اللي فوق كله اللي شرحناه قبل شويه عباره عن سيناريو واحد لعده حالات، عده طرق، فصل فصل، طابق طابق، بعدين مدرسه كامله، بعدين السطح. هذا السيناريو واحد اللي هو حريق لا يمكن الاستجابه له، اني انا اطبق الكود الاحمر وبعدين الكود الاخضر للاستجابه لحاله الطارئ اللي هو الاخلاء. سيناريو اثنين، حريق يمكن السيطره عليه، عباره عن حريق عن طريق انه شمينا ريحه الحرائق، اكتشفنا الحريق، امسك الطفايه وطفي الموقع. هل اخلينا المكان؟ لا. هل اخلينا الموقع؟ لا. هل عملنا جرين كود؟ لا. حريق بسيط صار على طول، استخدم الطفايه طفينا، ما سوينا الاستجابه اللي هو للاخلاء ويلا اخلوا الطلاب ويلا انذار، لا، مباشره وين؟ حريق، رحنا طفينا الحريق مباشره. هذه طريقه الاستجابه لسيناريو الكود ريد في حاله انا قادر اتعامل مع الحرائق. سيناريو ثلاثه، لا قدر الله زلزال او اهتزاز في المبنى، ممكن يحدث اهتزاز في المبنى بدون زلزال. هنا الطريقه للتعامل مع حالات الطوارئ والتدريب عليها الشعور بهزه ارضيه اما بسبب طبيعه او خلل انشائي. المعلم والمعلمه هنا له دور داخل الفصل، يبلغ الطلبه بوجود حاله طارئه وان الجميع ابتعد عن النوافذ ويحتمون تحت الطاولات اللي موجوده في الفصل او تحت الدرج. تمام؟ يجب على الطلبه تنفيذ التعليمات والتوضيح لهم بعدم الهلع والارتباك. بعد توقف الهزه الارضيه يتم توجيه الطلب من قبل فريق الاستجابه لحاله طارئه الى نقاط تجمع، يعني في حال صار في هزه ارضيه ما نقول لهم اخلع على طول، لا، نستجيب للحاله ان يكونوا تحت الطاولات او في مكان محمي في خرسانه الى اخره، بعدين نخليهم. ليش نخليهم؟ لانه ممكن بعد الاهتزاز يكون في لسه خلل انشائي والمبنى ما سقط لا قدر الله، او السقف ما سقط، فنخليهم بعد وقوف الاهتزاز، لان انا ما بقدر اخلي الطلاب وفي حركه اهتزاز داخل تحصر الطلبه. عدم اخذ المقتنيات الشخصيه ممنوع، التواصل مع اولياء الامور والجهات والادارات المعنيه، عدم العوده الى المبنى نهائيا دون موافقه اداره مسؤوله ومختصه في موضوع المبنى. هنا ما في عوده للمبنى لانه خلل انشائي. سيناريو اربعه، مضاربه، عنف صار، هذه حالات طوارئ، وهذا اسمه الكود اسود اللي هو الكود بلاك. كود بلاك هنا اعطينا سيناريو ايضا انه في اعتداء طالب على طالب، نستخدم الكود بلاك. الكادر يجب التواجد في الموقع اللي بتواجد فيه الطلبه وفك الشجار مباشره، لازم يفك الشجار. ابعاد الطلبه عن بعضهم وتهدئتهم وابعاد اي مواد حاده وعدم التحيز نهائيا. اسعاف الطلبه للمصابين، لو صار في عندنا اصابه لازم نسعفه مباشره داخل المدرسه. وبنستخدم الكود بلو اللي هو طريقه الاسعافات. متابعه الاجراءات المتعلقه بالرجوع الى الكاميرات اذا كان في كاميرات، التحقيق، التواصل مع ولي الامر اذا محتاجين، والتاكد من عدم خروج الطلبه واستخدام العنف خارج المرحله. يعني دائما بتحدث للاسف
تصير الطلاب مثلا يتوعدوا قابلني بالطلعة أوريك مش عارف إيش، هذه الأمور عشان نتأكد منها لازم ننهي الموضوع خلال هذا اليوم، خلال وجود الطلبة في داخل المدرسة، ما نترك الموضوع لما بعد لاحق، تمام؟ وبعدين العودة للوضع العام. سيناريو 5 الإغماء، لا قدر الله صارت عندنا حالة إغماء، نستخدم الكود بلو، طالب وطالب أغمى عليها خلال تواجده في الفصل، نستخدم الكود بلو. يجب على الكادر لإبلاغ فريق الاستجابة لحالة الطالب، فريق الاستجابة لحالة الطالب عنده علم في الإسعافات الأولية لازم يتعامل مع الحالة. نقل الطالب للعيادة المدرسية إذا كانت مع عيادة، بنبعده عن الطلاب، مهم جدا في الحالات الطوارئ جماعة الخير، إنه لما يكون عندي حالة طبية معينة غير الكسور طبعا، إن ناخذ الطفل هذا أو الطالب أو الطالبة نبعدها عن الطلاب ومشاهدتهم للحالة، لأنه ممكن تسبب هلع، خوف، ربكة، لازم نبعد الطلاب قدر المستطاع عن الحالة، أو نغطي الحالة إذا كان عنده ستاير أو نقدر نغطيهم في قماش، إن نبعد الحالة الطارئة عن الاستجابة الحالية. طبعا إسعاف الحالة نتأكد من النبض، نتأكد من التنفس المعروف في الإسعافات الأولية، هذا طبعا لها دورات حتى ذكرناها في دورة عناب في سكشن خاص في الإسعافات الأولية، نتعامل مع حالة، هل يتوقف نفس، هل هو نحتاج إنعاش، نبلغ الجهات المعنية، نبلغ ولي الأمر، كل هذه طبعا حالات. لازم نرجع للسجل الطبي للطفل أو للطالب، إنه فعلا هل عنده سكر، عنده ضغط، عنده صرع، عنده نقص فيتامينات، هل بلغنا ولي الأمر إنه عنده حالة خاصة قبل، عنده مرض صحي، عنده مرض نفسي، لازم نرجع للبيانات. والوضع والعودة للوضع الطبيعي بعد قيام الطفل إن شاء الله بالحالة السليمة المناسبة. طبعا هذا نتكلم عن سيناريوهات يجب التدريب عليها، يعني نعمل سيناريو انه صار في اغماء، كيف نتعامل مع الحاله، نسعفه حاله حقيقيه. ليش نتدرب على هذه الامور؟ عشان لما تصير هذه الحاله حقيقيه امامي ما يصير فيها هلع وخوف، الطلاب يقولوا ايش اللي صار والكل خايف، لا، شايفين الواقعه وحدث امامهم انه حد سقط، ويتم التدريب عليها مثل سيناريو التمثيل بالضبط. واضح؟ ما نترك الموضوع ان ننتظر تصير الحاله عندي. سيناريو آخر، فقدان أحد الطلبة، أيضا في تدريب عليها بعد انتهاء حصة الرياضة مثلا، وفي الساحة تم إبلاغ المعلم معلم بأن طالب أو طالب لم يعد للصف، يعني صارت حصة الرياضة أنه في طالب ما رجع، على طول مباشرة نبلغ حاجة اسمها الكود بينك اللي هو الكود الوردي، إبلاغ فريق الاستجابة لحالة الطارئ، ببلغوا على طول حراس المبنى أنه إغلاق البوابات والتواصل معهم إنه هذا الطالب طلع من عندكم ولا لا، نتأكد إنه هل خرج داخل خارج المدرسة ولا لا، شفناه من خارج الأسوار ولا لا، نتأكد من إنه ما خرج من المدرسة. بعد ما نتأكد إبقاء الطلبة في الفصول وحصرهم، نتأكد من الطلاب نحصرهم مباشرة، كم طالب موجود عندي ونحصرهم، هل في نقص طالب ثاني ممكن نبين عنا، ممكن يكون في فصل ثاني جالس فيه، نتأكد ونسأل الزملاء الطالب وين طلع، وين شفتوه، هل هو كان يبلغكم انه بيطلع من المدرسه ولا لا، نسال الطلاب ممكن يعطونا معلومات، فحص دورات المياه، المرافق، العثور، بعدين نعثر على الطفل ان شاء الله بنحصله، ممكن نحصله في احد الساحات بيبكي بسبب مثلا تنمر، بسبب انه صار معه حاله شيء، فوجدناه، بنبلغ فريق الاستجابه الحاطه لتهدئه الطفل، التعامل معه نفسيا بالاسعاف النفسي انه نتعامل مع الكود بلو بدون التهتك عليه، لأن ممكن يكون الطفل اختفى أو راح بسبب حالة معينة، تنمر معين، حدث معين. وصدقا صدقا يمكن لو نرجع لكل الحالات الأطفال أو الطلبة اللي اختفوا فيها وهربوا منها من المدرسة، صدقا حتلاقوا المشكلة يا مثلا تنمر، يا مشكلة إنه عدم شعور بالرغبة في التعليم، أو ممكن يكون ترى خلل في الأسرة سابقا أو مشكلة أسرية، يعني حتلاقوا له سبب، السبب هذا حاولوا تحصلوه وتجدوه وتحلوا المشكلة من جذرها مع الطفل أو الطالب اللي حدث مع هذا الخلل، أو ممكن تكون مشكلة ضائقة مادية، أو يعني في أمور لابد يعني لها سبب. التواصل مع ولي الأمر أو ولية الأمر وإبلاغ الإدارات أو الجهات المختصة في حالة أنا ما حصلت هذا الطالب أو الطفل خارج المكان اللي أنا بحثت عنه. سيناريو 7، سيناريو تسرب مواد كيميائية في المختبر، كيف نتعامل معها؟ في عندي كود أورنج، برضو بنعمل سيناريو خلل في إحدى الأنشطة في مختبر العلوم،
تسرب مواد كيميائية. الفريق الاستجابة للحالات الطارئة بيبلغ انه في كود بلو اورنج. اخلاء الطلبة يكون جزئي هنا، تمام، مو كلي، جزئي من المختبر فقط، لانه انا ما حدث عندي حريق، تسرب داخل المختبر، ليش اخلي المدرسة كلها، تمام، وعودتهم الى الصفهم والتأكد من عدم وجود اصابات، ويتم استخدام الكود الاخضر، يتم التعامل مع المادة الكيميائية وفقا لنشرات السلامة الـ SDS. الـ SDS ايش هي؟ الـ SDS في حالة استجابة في عندنا شنطة، اوريكم اياها، دقيقة دقيقة. في عندنا شنطة، هذه هي، تمام، هذه الشنطة اسمها بايو هازارد سبيل كيت. هذه الشنطة في حالة صار فيه تسرب مواد كيميائية، هذه فيها المواد اللازمة للسيطرة على المادة الكيميائية والاستجابة ليها، يعني مادة بتخفف المواد الكيميائية وأثرها وتسربها وطريقة إزالتها، تمام؟ يعني هذا إيش فيها؟ بعطيكم مثال عشان بس تكون عندكم علم تستفيدوا منها. فيها أقراص، تمام؟ أقراص هذه بتكون توضع داخل الماء وبتتحلل، تنسكب على المادة الكيميائية، بتخفف من أثرها، بغض النظر إيش المادة الكيميائية. هي هذه المادة الموجودة عندنا، مادة سو كلور، مادة بريطانية معروفة، هذه بتستخدم، يعني أغلب المواد الكيميائية بتقلل من تفاعلها، تمام؟ وفي عندنا عادة بسموه زي الرمل، هذا هو زي الرمل، هذا بتمسك المادة بتمتص المواد الكيميائية، يعني مادة تسرب امتصتها، مثل بالضبط، يعني بعطيك مثال أسهل من كده عشان أسهل عليكم. لما مثلا يصير مثلا ديزل أو ديزل أو بنزين تسرب، عشان ما ينتشر في المكان بتجيبوا رمل وبتحطه حوله، تمام، عشان إيش تمتص يمتص الرمل هذا البنزين، هذا نفس الفكرة، بتمتص المواد الكيميائية. وفي طبعا هذا السبيلكت فيها الجلوفزات وفيها الواقي الماسك وفيها أيضا اللي هو المكنسة حقتها، فيها كل المواد الكيميائية. هذه مهمة تكون في المختبر لحالات الطوارئ، والإكسباير تبعها طويل جدا، يعني تقعد تقريبا 5 سنوات، والشخص لازم يكون مدرب على استخدامها. هذه طريقة الاستجابة لحالات الطوارئ، نحن عندنا موجودة ومتوفرة، تمام. طيب سيناريو 8، حريق في حافلة. شوف هذا السيناريو مختلف، ما تتوقع إيش اللي صار. نحن عندنا اسطول حافلات، برضو ندرب الطلاب عليه، لو صار فيه حريق في مرافق أو مرافقة داخل الحافلة، بيتم التعامل مع الحالة هذه. أنا خارج المدرسة، هل أنا أنتظر فريق الإخلاء ولجنة الأمن والسلامة تستجيب؟ لا، لازم أدرب السائق ولازم أدرب المرافق والمرافق، كلهم دور في التعامل مع حالات الطوارئ. يتم إخلاء الطلب من الحافلة ومساعدة على ذلك في مكان آمن بعيد. يتم إبلاغ الإدارات والجهات المعنية في الحالة، ويتم إرسال حتى حافلة بديلة يكون مباشرة في عندي، اللي هم شو اسمه الكادر أو فريق النقل، إدارة النقل اللي عندنا، يكونوا مستعدين، يعني في حافلات طوارئ، في حال صار أي حالة بيرسلوا يا أما أقرب حافلة في الموقع قريبة منها لو كانت بعيدة، أو بيرسلوا حافلة في اللي موجودة في الكراج مباشرة على الموقع، على طول ببلغ انه جيبوا بديل حتى ينقلوا الطلاب ويجمعوا مباشرة. سيناريو 9، تسرب مياه الامطار، تسربت مياه امطار عندي، كيف اتعامل؟ خلى الفصل في فصل الشتاء صار، وهذا في فصل الشتاء بيكون عندي، هبط امطار شديدة تسربت، نستخدم الكود يلو، ابلاغ الكادر فريق الاستجابة لحالة الطوارئ بانه تأثرت هذه الامطار، نزلت على الكهرباء، فمباشرة بنفصل التيار الكهربائي على المبنى. على فريق الاستجابة الحالة طالت توجه إلى موقع تسريب المياه وفصل التيار الكهربائي، يجب الانتباه بالحذر من استخدام القاطع وفصل التيار الكهربائي إذا تسربت عليه المياه، يعني صار وصلت المياه على الطبلون أو على منطقة الكهرباء، ما نستخدم هذا الكهرباء ونبتعد ونخلي الموقع.
إخلاء المكان اللي ممكن يصير فيه تسرب مهم جداً في الطوابق اللي ممكن ما تأثرت. يعني مثلاً في طابق مثلاً التسريب صار في الطابق الأرضي، بنخليه في الطابق الأول أو طابق بعيد عن تسرب مياه الأمطار، وبنبلغ الإدارات المعنية في الإخلاء، وما بنعود للموقع أو المبنى أو المكان اللي ممكن يصير فيه خلل إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة لي. سيناريو 10، انتشار عدوى. وانتشار العدوى ممكن يحصل مو بس كوفيد 19، ممكن انتشار عدوى بأي مرض آخر. فلو صار عندي عدوى خلال يوم الدراسة ظهرت أعراض مثلا تنفسية شيء، لازم نبلغ الكادر أنه صار عندي حالة عدوى، يتم عزل الطفل بأي غض النظر إيش حالة العدوى، والتواصل مع ولي أمره لفحصه، تم حصر الطلبة والكادر الذين خالطوا المصاب. إذا خالطوا يعني مخالطة ملازمة، ممكن يكون ترى في أمراض كثيرة بتنتقل يعني بسبب حساسية في العين بالجلد، مو شرط ترى كوفيد 19 هو فقط اللي ينقل العدوى، يمكن كل اللي عندكم الأطفال والأبناء والباب تشوف الطفل بيكون أموره تمام بيرجع من المدرسة بمرض، لأنه ما في طرق استجابة. يعني المعلم لازم يتدرب، إذا كان في شاف طفل عنده حالة طبية تواصل مع الأمر ويفحصه حتى يعني يتخذ إجراء وما يعد طفل آخر. هذه بالنسبة للسيناريوهات الخاصة في الاستجابة لحالات الطوارئ. نكمل الآن وبعدها ناخذ بريك على حالات الحرائق. خلينا نكمل بس باقي لنا كم سكشن ونخلصه في حالات الإخلاء والطوارئ وكيفية تطبيقه. كده خلصنا؟ لا، نحن شفت كل اللي شرحناه قبل عبارة عن استجابة لحالات الطوارئ وتدريب عليها، أنا بتدرب على جميع الحالات، تمام؟ طيب إيش التعليمات العامة عن تنفيذ خطة الإخلاء؟ لازم أرسل بريد إلكتروني واتساب مثلا وعمل منشورات لتعميم موعد الخطة، يعني أقول لهم أنا عندي في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني في خطة إخلاء، أبلغ الحراس والأمن والعمال والعاملات والنظافة ولا أنه ترى عندي 1، 2، 3 خطة إخلاء أبغى أطبقها. لازم يكون في موعد وإبلاغ الجميع وتوصل له المعلومة. يتم فتح أبواب الطوارئ المتجهة إلى نقاط التجمع لتأكد أن الأبواب كلها مفتوحة، ومنع إغلاقها وإزالة كافة العوائق. إذا في عوائق، كراسي، طاولات، لازم نشيلها كلها لما أنا أطبق الخطة. منع المركبات المتوقفة من المبنى، يعني حاول قدر المستطاع المركبات المتوقفة خارج المبنى إيش نزيلها، تمام؟ طيب نكمل. أيضا من التعليمات التأكد من الدخول إلى المكالمة الجماعية. ليش المكالمة الجماعية نعملها في خطة الإخلاء الكلية؟ عشان أنا مثلا ما عندي أجهزة يوكي توكي، الأجهزة اللاسلكية، ما عندي مثلا طريقة، ممكن نعمل جروب واتساب، ممكن نعمل مكالمة جماعية في التليفون، يصير الكل سامعني في المكالمة الجماعية في طرق الاستجابة، بدل ما أنا أجيب أجهزة خلاص أنا عندي مكالمة جماعية مع الكل بطع باطل البلاغ، زي عطيت صويت أجهزة يوكي توكي بجوالات المعلمات والمعلمين اللي عندي، فما في داعي. مثلا ممكن نستخدم التقنية الموجودة بين إيدينا بدل ما نقول أنا أبغى أجهزة وأجهزة. كثرة الأجهزة والمعدات والمواد مع الشخص مزعجة، يعني بده يحافظ بده يشحن، لكن جهاز واحد موجود معك وممكن نستفيد من التقنية في الإخلاء، في الطوارئ، في الاستجابة، نستخدم جروب واتساب، تليجرام، أي شيء موجود ممكن نستفيد منه في الإخلاء مباشرة. عند تمام الساعة المحددة للإخلاء سيبدأ فريق الاستجابة لحالات الطوارئ بإطلاق صفارات الإنذار والإبلاغ، ونحاول قدر المستطاع إذا في سترات تميز مسؤولين الإخلاء لبسوهم سترات. سترة لو تتعلق في الطابق أو في مكان معين وقت الإخلاء يلبسوها عشان بس يميزوا مين؟ يميزوا المسؤول عن الإخلاء. يعلن فريق الحالات الطارئة عن وجود حالة طارئة ويتطلب منهم اتباع تعليمات وإيقاف العمل. سيأخذ الطلبة والكادر المعلومات الشخصية فقط وليس المحفظة فقط الفلوس، والتوجه إلى المكان الآمن للموقع. مهم جدا في التعليمات إغلاق الأبواب والكهرباء بعد الخروج من الغرف والمكاتب، التوجه لنقاط التجمع باتباع تعليمات فريق الاستجابة، عمل أي سيناريو إنقاذ للتعامل مع حالات الطارئة، يعني نعمل سيناريو إنقاذ طفل، معلم، معلمة، إنقاذ. بعد التأكد من تواجد جميع الطلبة والكادر سيقوم فريق الاستجابة حاطة بتشغيل طفايات حريق دون إشعال نار في نقاط التجمع أثناء التدريب في إحدى المراحل. يعني الراعي في التدريب مو شرط نشعل نار، تمام؟ إنه نشعل نار ونورد الطلاب، ممكن النار هذا ترابه، أغبرته، نتائج الحريق ممكن تأثر على صحة الطفل، تمام؟
وممنوع منعا باتا. نقول للطلاب اللي دون 18 سنة مكافحة الحراق أو تدريبهم نظرا لخطورة تعرضهم للاختناق، هذه من ضمن السيناريوهات المهمة. ما نروح ندرب الطلاب نقول لهم روح طفوا حرائق، مش من مسؤوليته، هو تحت سن قانوني انه يتدرب على اطفاء، لانه لو صار معه حاله او اصيب او صار له حريق اول حتتحاسب انت اللي علمته. التدريب دائما للكادر كله يتدرب، الكادر المعلمين والمعلمات والوكيل والوكالات كلهم يتدربوا في المدرسه للاطفاء الحرائق. الطلبه بس يشوفوا انه هذه طفايه، ويشوف انه هذه ترى طفايه حريق، ونحن ممكن نطفي حريق بالطريقة هذه، ونبعدهم عن إيش النواتج البودرة اللي ممكن تنتج عن الحريق. تمام. وأنا صراحة عندنا في التدريب بنحاول ندربهم على إنه يكونوا تدريبهم بالذات مع الطلاب يكون في عندنا طفاية ماء حتى ما يكون عندها نواتج إيش بودرة. هذا للتدريب فقط، تصير تطفي الحرائق. طيب نكمل خطة وجدولة التنفيذ لخطة الإخلاء. لازم يكون عندي سكيدول، جدولة، أنا متى أبغى أطبق خطة بناء على المحاور. هل أطبق الخطة بالتاريخ الفلاني، يوم أحد، يوم اثنين، يوم ثلاثاء؟ هل أطبق السيناريو الأول، السيناريو الثاني، الخطوة الأولى، السيناريوهات اللي ذكرناها الآن؟ إيش السيناريو اللي بطبقه؟ إخلاء زلزال، تسرب مواد كيميائية، حريق، أكتب التواريخ اللي أنا بطبق فيها. لازم يكون عندي سكيدول للتدريب ترتيب عليها، والكل يعلم في هذا الجدول. تمام؟ طيب لازم يكون عندي تحليل نتائج، يعني أنا بدي أقيم الخطة، مو أنا أطبق بدون تقييم. إيش الفائدة؟ تحليل وتقييم النتائج مستوى فريق الاستجابة، هل فريق الاستجابة طبق ولا ما طبق؟ هل في أخطاء وقعت ولا ما وقعت؟ مين اللي بيسأل عن هذا الشيء؟ بنحط مسؤولين، يا إما منسقين أو مدير المدرسة أو مسؤول من الإشراف، نحط أحد المسؤولين يقيمون للخطة هذه. نحن طبقنا 1 2 3 4، تعال شوفوا كيف تطبيقنا، يكون في تقييم. نحن بالنسبة لنا كشركة وطنية عاملين تقييم خاص لنا مبسط، اليوم والتاريخ، تقييم هل تم الاستمارات والنماذج اللازم في المواقع والتطبيقات التابعة للجهات المعنية. يعني من ضمن الإجراءات القانونية أنه لازم أطبق أني أمل استمارات على الوزارة، استمارات نور، استمارات الإخلاء على الموقع الأمن والسلامة، هل تم الاتمام؟ هذا إجراء روتيني وقانوني لازم أكتبه أنه نعم. مدى الالتزام، هل الكادر ملتزم في التعليمات؟ مدى الالتزام، ممتاز ولا جيد ولا ضعيف؟ ليش إذا حطيت ممتاز أكتب ليش ممتاز، إذا حطيت جيد أكتب ليش جيد، إذا حطيت ضعيف إيش السبب؟ مدى الالتزام من الطلبة، تحط الالتزام. التقييم العام لخط الإخلاء، هل تم تقييمها صح ولا لا؟ تكتب اسم المقيم ويوقع على طريقة التقييم الموجود. إيش المخالفات عندي؟ المخالفات عندي في حالة عدم التزام بتعليمات الخطة، وقوف المركبات بالشكل الخاطئ، عندي مركبات واقفة بشكل خاطئ عند المجمع أو المدرسة، عدم الالتزام والخروج من الدرج المخصص، أخذ مقتنيات غير لازمة خلال الإخلاء، التدافع أيضا هذه المخالفات، التأخر بالحركة وعدم المبالاة، عدم التزام بالوقوف من نقاط التجمع، عدم التزام بخطة الإخلاء وحالات الطوارئ. نيجي لبعض التجهيزات اللي بتساعدنا في خطة الإخلاء، بتساعد، مو لازم تكون عندي كل شيء، لكن هذه بتساعد على الخطة. لوحات نقاط التجمع، لوحات مخارج الطوارئ، الصفارات اليدوية، كروكي إخلاء مبسط، وليس كروكي تجيب لي إياه من مكتب هندسي وتحط لي إياه في المدرسة، لا، كروكي مبسط، ورقة محدد فيها وين المخارج، وين الفصل، وين طفاية الحريق، لا مبسط. سترة سلامة، نداء، أقلام حبر، حامل ورق، شنطة إسعافات، ناقلة إنقاذ، كرتون مياه، لما أخلي ممكن يعطشوا منطقة حر شوب يشربوا موية، ويصل لي ضرب الشمس أسوي تدريب وبعدين تصير لي أزمة من خلال التدريب، دلو إطفاء، رمل، بطانية، طفاية حريق، أدوات طوارئ مختلفة، أقمع مرورية إذا في منطقة بسكرها. مثلا أنا عندي مدرسة، مثلا ماني قادر أخلي الطلاب داخل المدرسة، ما أقول والله أنا ماني قادر أخلي، يعني هذه المشكلة، إنه في بعض المدارس يقول لك أنا ما عندي مكان. لا، عندك مكان، يعني انت لو صار عندك حال حقيقي مش حتطلعهم برا، ما حتطلعهم، بس ايش تعمل؟
ابعد المركبات، حط اقمع مروريه وسكر المنطقه هذه، بلغ الادارات المعنيه انه انا حاخلي الطلاب خارج المدرسه للتدريب لان انا ما عندي مكان. يفهموا هذا الاجراء، اخرجهم خارج، تكون حاط اقمع مروريه، ضامن المكان محمي، ما في سيارات، ما في مركبات تسرع، ضامن الطلاب يكونوا في مكان امن ويرجعوا للمدرسه بعد الاخلاء. تمام؟ ما ننتظر نقول لا وبعدين. نكمل. مدة الإخلاء لازم تكون كم؟ 3 دقائق ولا تزيد عن هذا الشيء. طريقة وقوف المركبات لازم تكون عكسية. ليش عكسية؟ عشان تسهل الهروب. لو أنا مثلا مضطر أخليهم بعيد عن المبنى أو خارج المبنى أو موقع آخر، لازم تكون إيش؟ المركبات متوقفة بالعكس. ممنوع استخدام المصاعد، نحن أغلب مدارسنا موجود فيها مصاعد، فممنوع استخدام المصاعد. نبلغ الطلاب والطالبات والكادر انه الكعب والاحذيه هذه مفروضه في خلال تنفيذ الخطه لازم تكون احذيه مغلقه ورياضيه، بحيث انه هذا ما تعرضنا ليش؟ لا خلل في الاخلاء. متعلقات الشخصيه فقط، هذه تعليمات بتعلموها للطلاب والكادر. الانحناء ووضع قماش مبلل او ترطيب الكمامه، هذا من ضمن المهام. نحن صراحه عندنا اجهزه بندرب عليها الطلاب، نعمل سموك وهمي، دخان وهمي، دخان ما بيأثر اللي هو دخان الحفلات، نعمل دخان وهمي بنشوف الطلاب كيف بيستجيبوا للحالة الطارئة، انه بندربهم انه لو ما شافوا المكان كيف بيكون مكان مليء في الأغبرة والأتربة والدخان وما بيقدر يشوف، بنشوف فقط لوحة المخارج، بندربه كيف ينزل تحت، وهذا من ضمن السيناريوهات اللي بندربهم عليهم. يمنع التدافع، يمنع دخول الزوار خلال تنفيذ خطة الإخلاء، بتبلغوا إنه ما في زوار يدخل، خلاص أنا عندي خطة إخلاء بستجيب لها، ممنوع دخول الزوار عشان ما يصير في خربطة في تنظيم الإخلاء والتدريب عليه. نقاط التجمع لازم تكون ساحة مفتوحة، هواء طلق، بعيدة عن المبنى، في منطقة مفتوحة في الطابق البيسمنت قدر المستطاع. يتم استخدام السطح كنقاط تجمع بديلة في حالة التعثر على الطابق الأرضي. يجب أن يكون تجمع الطلبة والكادر بعيد عن أي مخاطر، ما يكون جنب خزان، كهرباء، ممكن يأثر على أحد. يجب أن يكون تجمع الطلب بشكل آمن ومنظم ونحصر الطلاب. نحن عاملين كروكي مبسط للطلاب، ولازم كل فصل وكل موقع له مخرجين. ليش؟ بديل مخرج A مخرج B أو مخرج C ومخرج D، ونقطة تجمع طبعاً تحدد له إيش نقطة تجمع، هل هي نقطة A ولا B ولا C. مخارج الطوارئ لازم يكون له مخرجين أو منفذين أو ممرين، أقل شيء لكل طالب أو طالبة أو كل موقع موقع، لكل فصل أقل شيء. تكتب باختصار الكروك الإخلاء A B وتضع رقم الفصل، إحنا مختصرين هذا وتوضعه بالفصل. الواحد ما في داعي الطالب يعرف إنه في طفايات 10 طفايات، إيش علاقة الطالب يعرف إنه في 10 طفايات؟ إيش علاقة الطالب إنه يعرف إنه في عندي غرف كهرباء في كل 3 غرف كهرباء في الكلاس أو في الطابق؟ ما له علاقة. كروك الإخلاء هو توضيحي وتسهيلي إن أنا أخلي الطالب من المكان A و B C، فقط إنه يعرف إن الطالب أنا عندي مخرج A و B فقط، ولما تدربوا عليه خلاص هذا الكروك عبارة فقط عن حاجة بشوفها بشكل يومي للاستجابة لحالة الطالب. يعني هل أنت متوقع في حالة طالب واحد يقرأ الكروكي يقول لك أنا بدي أطلع قدام بعدين اروح في يسار بعدين اروح كذا، في احد حيطل اصلا؟ ما حد، يعني منطقيا ما حد اصلا حيستجيب ويقرا شيء مكتوب على الاوراق وينتظر، كل حيهرب ويفرك نفسه ويسحب حاله. طيب هذا بالنسبه لكروك الاخلاء. كروك الاخلاء ايضا في عندها لازم يكون عندك موقع GPS يوضح وين الاخلاء الفعلي، بتجيبه عن طريق جوجل ماب. هذه احد مدارسنا، مجمع قرطبه في الرياض. طبعا عندنا مساحات إخلاء متكاملة، نقاط تجمع، عندنا إخلاء كامل، وهذا طبعا المجمع مطبق فيه كله، مرشات آلية وأنظمة كواشف وحريق ومضخات ديزل وكل الأنظمة المتكاملة في السلامة موجودة فيها. يعني ما في حجة للمجمع أو إدارة معنية تقول لك أنا ما عندي خطة استجابة، مطبق للخطة، مدرب الفريق، إنذار موجود، ساحات كافية، عدد طلاب مناسب، وواضح فيها الخطة وانتم تكتبوا.
مواقع مهمه لوضع خطط اخلاء، طبعا توثيق خطه اخلاء عن طريق موقع الامن والسلامه، استماره نور الامن والسلامه برضو في استماره تمليئتها، موقع هيئه الهلال الاحمر الخاصه بوسائط العليا، لوائح الدفاع المدني يجب الرجوع اليها، اجراءات الصحيه والوقايه بترجع لوزاره الصحه. نحن كاداره امن وسلامه عندنا ويب سايت، موقع خاص لينا، في سياسات وانظمه، وفي اداره للعنف، وفي اداره للمخاطر، وفي اداره للاسعافات، يعني عندنا ادارات كثيره وبرامج يعني ما تتخيل، وترابطها مع كل الادارات، ومفعلين هذا بشكل كبير جدا. وفعلا فعلا اللي مساعد الادارات هاي تشتغل دائما الادارات العليا، الادارات العليا اذا كانت مستجيبه وعارفه انه خلل الامن والسلامه قد يؤثر على مخرجات تعليميه، وقد يؤثر على حضور المعلم او عدم حضوره، او خلينا نقول استجابته او طرق تدريسه، هذا كلها لها اثر، الجلوس، الكراسي، الطاولات، طريقه الجلوس، كل هذه ترى بندرسها نحن في المدرسه وفي المدارس عندنا، بحيث ان نحاول قدر المستطاع ما يكون في خلل من اي نواحي قد يؤثر على جوده التعليم. تطبيقات هامه مهم تفعيلها داخل المدرسه، تطبيق فزعه، تطبيق بتفعل مواقع معينه داخل جوالك، مثلا موقع البيت، موقع الاستراحه، موقع المدرسه، بتفعل في التطبيق اللوكيشن هذا موقع مباشره تقدر تبلغ عن طريق التطبيق. كلنا من معروف فيه تطبيق في بلاغات كثيرة، حوادث قد تكون يعني أمنية تدخل فيها. التطبيق أسعفني 997 اللي هو الإسعاف الأول، اللي هم الهلال الأحمر، وفي تطبيق نجم للحوادث المرورية، وتطبيق بلدي قد يكون عندك فتحة هول منهول، حشرات، شغلات معينة متعلقة في البلدية، نظافة، الموقع بلدي عندهم واتساب وعندهم تطبيقات وعندهم كل حاجة. أنا ما أعرف هو رقم 1940 لكل المملكة ولا، بس أعتقد أنه موحد، وتم إبلاغهم عن حالات قد تكون بيئية وبيستجيبوا لها، لأنه في حالات ما لها علاقة في الدفاع المدني، لها علاقة في البلد. تمام. طيب حنتوقف هنا تقريبا 5 دقائق، حناخذ بريك. استاذ امل، حناخذ بريك 5 دقائق، وبعد 5 دقائق ان شاء الله حنشوف الاسئله الخاصه في المحور الاول ونجاوبكم عليها، وبعدين ننتقل للمحور الثاني اللي هو انظمه الوقايه والحمايه من الحريق. تمام. لا يعني لا تطولوا علينا، اللي حاب ياخذ شويه شاي قهوه يريح نفسه يريح، وان شاء الله، وانا ابغى اريح شوي والله لاني تعبت. ان شاء الله تكون استفدتوا من المعلومات السابقه. ناخذ 5 دقائق الان، 10:30، 10:35 نرجع ونكمل ان شاء الله. شكرا لكم. يعطيك العافيه مهندس فارس. للاخوه ان شاء الله الاسئله الخاصه بالشهادات وطريقه اصدارها في نهايه جلسة التدريبية، حتشرح الزميلة معاي الطريقة، فأرجو الأشياء الخاصة بالأمور الإدارية سيتم شرحها في نهاية الجلسة. بالنسبة للأسئلة الخاصة بالجزء الأول من ورشة العمل والجلسة التدريبية لليوم، سيتم جمعها وطرحها على المهندس فارس. إن شاء الله الساعة 10:34 سنرجع مرة ثانية. شكرا لكم. الأسئلة أنا قاعد أطلع عليها الآن، لا تروحوا، حجاوب عليها، في أسئلة مهمة. تمام. إن شاء الله بعد البريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سارة المطرفي من فريق عناب. أنا حابة بس أجاوب على بعض الاستفسارات اللي جالسة أشوفها في الشات عشان بس ما نخلق أي لبس بين المتدربين. بالنسبة لرابط الحضور أو تسجيل الحضور، لا تشيلون هم، إحنا عندنا بعد نهاية الجلسة بإذن الله زوم يطلع لنا تقرير تلقائي بعدد الحضور، أسماءكم وإيميلاتكم، فهذه البيانات مسجلة عندنا، حتى لما كنتوا دخلتوا للجلسة كان مطلوب منكم تسجيل الإيميل والاسم، فبإذن الله يعني ما يحتاج تكتبون أساميكم، ما يحتاج رابط تسجيل للحضور، كلها هذه البيانات موجودة عندنا، ما تشيلون هم بإذن الله. هذه الجلسة تحديداً ما لها شهادة منفصلة للحضور، لكن راح تكون مع الإجمالي الشهادة النهائية اللي راح تصدر بإذن الله في نهاية البرنامج، راح نصدرها خلال تقريباً أسبوعين أو أقل. احنا بس ننتظر العدد المرشحين ينهون البرنامج عشان نصدر الشهادات دفعة واحدة. نهاية البرنامج المتوقعة بعد أسبوعين من اليوم تقريبا، يعني مو الأسبوع القادم اللي بعده بإذن الله، راح تصدر جميع الشهادات، وراح نرسل لكم كل التفاصيل المتعلقة بالشهادة وكيفية إصدارها، لأن الشهادة راح تطلع معتمدة، بمعنى أنكم تقدرون تستخدمونها في نظام فارس اللي رفع للترقيات وإلى ذلك. جلسة اليوم راح تكون مسجلة، راح نرفعها على المنصة بإذن الله. أي استفسارات تقدرون تتواصلون يعني اليوم بخصوص التدريب أو الالتحاق، في نهاية البرنامج راح نشارك معاكم رابط المحادثة المباشرة مع فريق الدعم، راح يجاوبونكم. اللي حاضر اليوم وما حصلت له فرصة الترشيح للمنصة يرسل لنا بيانات وراح نرفعها للإدارة، ممكن يكون لكم فرصة كمان تدخلون في التسجيل في التدريب هذا. فيعطيكم العافية، أتمنى أكون وضحت كل شيء، راح أرجع في نهاية اللقاء يعني أكد على هذه المعلومات بإذن الله. الحضور اللي ما ينفع اللي ما قدر يحضر يعني ما راح يحضر في الشهادة الوقت كامل، أهم شيء حضورك لهذا لو بشكل جزئي. تمام، تفضل مهندس فارس. شكرا لك. طيب انا حجاوب على السريع الاسئله. نحب شيء اول شيء على الكويشن اند انسر بالكيو اي، وبعدين حروح على الشات. تمام، وبعدين حننتقل على موضوع المحور الثاني. عبد الله موسى، الفرق بين الكود الاحمر والابيض. الكود الاحمر كود حريق، كود فاير، يعني انا عندي حريق صار عندي. الكود الابيض انا انتهت الحالات عندي، حاله امنه صارت. تمام، هذا نحن الكود هذه خاصه عندنا في الشركه. تمام، افضل سن لاختيار اللجنه حقت الامن والسلامه، الافضل شيء طبعا تختارهم، ما في سن محدد، لكن يعني ما يكون باعمار كبيره بالسن، ولا تكون يعني عنده امراض مزمنه او امراض صحيه او حالات صحيه، يعني ما في اعمار. يكفي لكل دور شخص واحد او اكثر. نعم صحيح. فاطمه، صباح الخير، نرغب في الحقيبه التدريبيه إن شاء الله. طيب، السؤال موجه لإدارة تعمل السق الأمن والسلامة كان يكافئ. طيب، بالنسبة للمكافآت، نحن أيضا في إدارة الشركة بنكافئ منسقي الأمن والسلامة في المدارس. ليش؟ لأنه عمل إضافي وعمل فيه جهد، ويعني غير العمل اللي بيقوم فيه، وعندنا مكافآت خاصة ليهم، وبنسلمهم كل سنة دروع، وبنعمل حتى لكل مدرسة وداخل المجمع. احنا عندنا مجمعات عشان تفهموا الشغلة، مجمعات كل مجمع فيه مرحلة رياض أطفال لمرحلة الثانوية، وبنين وبنات كل مرحلة فيها منسق أمن وسلامة. أكثر منسق أمن وسلامة ومنسق أمن وسلامة بيتم تقييمهم، يعني بشوفوا يعني مثلا مدى تطبيقه للخطط الإخلاء، مدى عمل الإجراءات المطلوبة منه. في عندنا دليل اسمه دليل السلامة، بيرجع لي بيقوم بعمل سجلات وبيرفع ملفات فيه. الأيام يوم السلامة، يوم الدفاع المدني، إذا فعلوا بنعطي تقييم للمرحلة وتقييم شامل بالتعاون المرحلة من خلاله، وبناء على التقييم هذا بتم مكافأة المرحلة ومكافأة المسؤول عن منسق الأمن والسلامة. بخصوص عبد الله الشهراني الذي سؤال بخصوص شباك الحديد نوافذ أنظمة السلامة الدفاع المدني تمنع وجود لكل وجود ظروف مدارس. طيب، بالنسبة للشبابيك جماعة الخير، تصميمها في المدارس بيكون عادة على ارتفاع مرتفع معين وفي إضاءة، وبيكون بيفتح بزاوية فقط، يعني ما بيسمح للطفل أنه يسقط، وما بيفتح
التهوية تتم. تمام؟ طيب. لماذا لا يزال الاستجابة لهذه الأمور وشو استثناء ما لم قبل من سنة الفتحات مدارس تعتقد أبسط الأشياء الضرورية لسنة الطلاب؟ طيب طيب موجودة إن شاء الله، ما هو أفضل يكون الطلاب مفصول قريب من الدرج؟ طب صحيح، فناء المدرسة في الوسط ممكن إخلاء الطلاب فيه. شوف بالنسبة لأغلب المدارس الحكومية، أغلب المدارس الحكومية الإخلاء اللي في الوسط اللي مغلق كامل ممنوع الإخلاء فيه إلا بشرط واحد، انه يكون في عندي نظام اسمه نظام سحب دخان، يعني عباره عن نظام سحب يسحب الدخان للخارج. واضح؟ في حاله ان انا اقدر فيه، لكن منطقه في الوسط متظلله والطوابق مفتوحه على بعض، طبعا اكيد اكيد هذا ممنوع فيه الاخلاء. استخدام الكمات المبالغ غير مجدي يربك عملية الإخلاء أفضل وضع اليد في الفم. نعم طيب جميل. المشكلة أن لا يوجد تكدس طلاب في مدارس وعملية تأخذ لكم الطاقة الاستيعابية خصوص زيادة طلاب الطلاب في الصورة تكون فيها صعوبة في الإخلاء ونقاص في منح وزاي. وزعوهم إذا في تكدس العدد الإلزامي، يعني كلمة تكدس أنا دائما أقول لازم يكون رقم واضح، مو كلمة نقول تكدس يعني عدد 30 40. نحن عادة الإخلاء في كل طابق، يعني مستحيل انا بقول انه في كل طابق يزيد عدد الطلاب عن 500، يعني مستحيل، انا مليون بالمئه اقول لك طابق كامل اكثر من 500 مستحيل، هذا فوق ال 500 هذا اللي يعتبر تكدس. طيب هل في طريقه معينه عند وجود اسلحه ناريه مع احد الطلاب؟ ممنوع. موضوع الاسلحه النارية والموضوع مواد العنف والامور المستخدمه موضوع خطر جدا، والأصل منعه، لكن في حلول فنية وتقنية، يكون في بوابات أمنية وتفتيش بس، لكن احنا ما بنوصل للمرحلة هذه لأن الحالات نادرة عندنا، حالات نادرة عندنا إلا إذا كانت حالات متكررة وتستدعي ذلك بنركب الأنظمة. طيب دورات وتدريب في المدارس الحكومية تنسقوا مع إدارات التعليم يتواصلوا معها. النماذج الخاصة بإدارة الأمن والسلام، نحن عاملين نماذج خاصة لنا، ممكن نخليكم تطلعوا عليها تستفيدوا منها. إذا سمحت مهندس فارس على هذه الجزئية، حضرتك مشكوراً زودتنا بعدد منها وأضفناها في المنصة في المصادر الإفرائية، يمكنك الرجوع للمنصة والاطلاع عليها. ممتاز ممتاز. طيب جميل، إذا في المنصة أعتقد الأستاذة أمل عندها معلومات أكثر مني بخصوص المنصة. المنصة إن شاء الله بتستفيدوا منها وبتلاقوا فيها المراجع الخاصة في الأمن والسلامة. طيب طيب خلينا نرجع الآن لبعض الأسئلة والاستفسارات. طيب في بعض الأسئلة جميلة هنا، خلنا نقرأها. استفسار طيب موضوع المرشات الآلية، المرشات الآلية والسبينكر، المرشات اللي هي عبارة عن أنابيب موجودة فوق المبنى أو فوق عند السقف، هذه في المباني القائمة قد تستثنى حسب رأي الاستشاري في الدفاع المدني. حنشرح الموضوع أنظمة الإخلاء موضوع الدفاع المدني حنشرحه في السكشن الثاني، بشكل عام هذه المرشات للمباني القائمة قد يتم استثناءها من الدفاع المدني والمكتب الاستشاري ويتم استبدالها بأنظمة مختلفة. المباني القائمة، المباني الجديدة تعتمد على حسب المساحة، يعني كل ما زادت المساحة أكثر من 1100 متر مربع فهذا متطلب في موضوع المرشات. المباني القائمة الكود السعودي يطبق عليها غير المباني الحديثة. يا جماعة الخير، أنا بتكلم على موضوع نحن كشركة وطنية للتربية والتعليم، نحن قطاع خاص، نحن نتعامل مع المكافآت لقطاع خاص. موضوع المكافآت للقطاع الحكومي نحن ما عندنا علم فيه صراحة، تتواصلوا مع إداراتكم فيه اللي يسأل. طيب بالنسبة للأستاذة غرام اللي بتسأل عن موضوع الحراسات برا المدرسة، يعني في حراس وفي حارسات أمن، ممكن تستفيدوا من وجود حارسات الأمن في التنظيم.
طيب خلينا نشوف موضوع. طيب أنا شايف أغلب الأسئلة موضوع حضور انصراف وشهادات. طيب موضوع الطفايات والأنظمة السلام اللي بتركزوا عليها كثير الآن حنذكرها في السكشن الأخير في العشر دقائق الأخيرة. موضوع بسيط وسهل، ما هو صعب، لكن ينظر له أنه موضوع حساس كونه مرتبط في 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 أنظمة ولوائح الدفاع المدني. طيب أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، الأنظمة بشكل مختصر، الأنظمة واللوائح في الأنظمة الدفاع المدني والأكواد، لازم نرجع لأنظمة محدودة، قوانين. يعني هذه الأنظمة قوانين، ما هي أقول والله أنا أحط طفاية بودرة ولا أحط طفاية ثاني أكسيد الكربون، أحط مرشات ولا أحط نظام إطفاء ثاني. شفت في التيك توك مثلا نوع نظام إطفاء جديد، قلت هذا مناسب للمدرسة، ما هو الشغلة كده يعني نقول قرار عشوائي. لا، في أكواد، في كود سعودي، في أنظمة، في لوائح، هذه مسؤوليتها الآن مسؤولية مكتب هندسي. مكتب هندسي، مكتب الهندسي هذا يكون معتمد بالدفاع المدني، تمام؟ هذه اللوائح والأنظمة لازم نرجع لها. أنا في المدارس، في المدارس بشكل عام تعتبر خطورة متوسطة، مش خطورة مرتفعة ولا بسيطة، خطورة متوسطة. ليش؟ بسبب أنه الطلاب تحت سن 18 سنة، وبسبب وجود بعض الأنشطة اللي ممكن تسبب لي حرائق، يعني زي المختبرات، زي الألعاب، بعض الحفلات، الأمور هذه، هذه ممكن تسبب لي أجهزة كمبيوتر، مختبرات حاسب، هذه ممكن تسبب لي خلل، تمام؟ طيب قبل ما أدخل في سلامة الدفاع المدني، في سلامة مهمة، سلامة المبنى نفسه، سلامة الكهرباء، سلامة الإنشاء، سلامة السقف، سلامة المظلات، سلامة الأرضيات، سلامة التمديدات، التكييف، سلامة التهوية، سلامة الدراج، سلامة الدرج، منع السقوط، سلامة البوابات، هذه سلامة كاملة. إذا السلامة مو فقط أن أدور حرائق، لا، في سلامة متعلقة في المباني والأرواح كاملة، تمام؟ طيب إذن أنا قبل ما أدخل في السلامة لازم أدخل في سلامة المباني. خطوة اللي بعدها، إيش أنا دوري الآن في الموضوع السلامة؟ نيجي أول إجراء، لازم يكون عندي مخططات، مخططات إيش؟ معتمدة. ومخطط هذا ما في جدال إني أقول صح ولا خطأ، خلاص المكتب الهندسي والمسؤول عن المبنى قال لك إنه هذا الأنظمة المطلوبة لك، مسؤوليته، واضح؟ في الوضع الحالي رحت أنت تسكرت، حطت لي مظلات، حطت لي غرف جديدة، ضفت لي أمور مثلا ما لها علاقة في الـ في الـ في الـ في المبنى، استحدثت لي غرف، مو مسؤوليتي أنت، الخطأ منك. أو أجرت لي جزء ما، أو جبت لي مثلا خلينا نقول مخصف غاز وهو ممنوع الغاز، هذا خطأك وليس خطأ السلوكيات، هذا خطأ وليس خطأ. هو بيعمل لك أنظمة على الوضع الحالي، يقول لك ترى أنت وضعك 1 2 3 4، هذا الأصل يكون في مخططات محتمل مكتب هندسي. نيجي اللي بعده، المكتب الهندسي لازم يجيب لك شهادة أنا استلمت الأعمال. استلمت الأعمال من مين؟ من مقاول معتمد، مقاول نفذ لك الموجود على المخطط، يعني نفذ لك الإنذار، نفذ لك المضخات، ركب لك الطفايات، سوى لها تركيبات كاملة. بيقول لك المكتب الهندسي المعتمد من الدفاع المدني، هذه شهادة اسمها شهادة أنا استلمت الأعمال وتحت مسؤوليتي، أنا ضامن أن الأعمال هذه كاملة، تمام؟ خلاص إذا أنت فتحت عندك الإجراءات على شهادة استلام الأعمال وشهادة التركيب. نيجي اللي بعده، لوحة الإنذار والكواشف، هي لوحة تبلغ فقط. كيف تبلغ؟ يعني مرتبطة بالكواشف، مرتبطة بالجرس الإنذار الكاسر، مرتبطة في الكواسر الحريق، مرتبطة في الصوت، بتبلغ فقط، ما بتطفي حريق، تمام؟ ما بتطفي حرائق، هي بتبلغ فقط. نيجي لأبواب الطوارئ، أبواب الطوارئ هي أبواب لازم تكون معتمدة وتكفي أعداد الطلاب، وتكون مقاومة للحريق، وبتفتح للخارج وليس للداخل،
تمام، والمسارات لازم تكون آمنة وما في هاي معوقات. إنارة الطوارئ بتنير المخرج، بتورينا وين الإكزيت، بتضيء الأماكن اللي ممكن لو طفت الكهرباء بتنور لنا إياها، وهذا أيضا من ضمن المتطلبات. طبعا توزيعها في أماكن محددة وفقا كود وفقا نظام بناء على المخطط. مضخة الحريق المعتمدة والموافق عليها ثلاثة، في مضخة اسمها كهرباء، في مضخة اسمها ديزل، في مضخة اسمها جوكي. مضخة الكهرباء تشتغل مع الكهرباء، قطعت الكهرباء تمام تشتغل الديزل اللي هو عبارة عن ديزل موجود معبى. الجوكي بيشتغل لما تقل مستوى الضغط في المواسير تاعت المرشات الآلية وتبعت مين؟ الخراطيم الحريق. فهي ثلاث مضخات تشتغل تتابعا، وهذه من ضمن الشغلات الرئيسية، هي والإنذار، المضخة واللوحة أهم شيئين للدفاع المدني والأنظمة الحرائق، المضخة والإنذار أهم نقطتين. مرشات الآلية ذكرت لكم إياها، هذه قد تتطلب في المباني القائمة وقد لا تتطلب حسب رؤية المكتب الهندسي. خراطيم الحريق بنستخدمها للحرائق اللي ممكن طبعا هي تكون مضغوطة بالمياه من سبب المضخة، وتستخدم ل يعني خلينا نقول ما بعد البودرة وما بعد اللي هي الطفايات اليدوية. وصلات منافذ الدفاع المدني هي خاصة للدفاع المدني، بتكون برا زي هذه مثلا موجودة تحتها خزان، في بعض هذه الوصلات بتكون فيها ماء وفي بعضها ما، في عبارة عن مواسير فاضية بيركب فيها الدفاع المدني الخراطيم وبيعبي فيها وبيطفي فيها الحريق، ولازم ما يكون في سيارات واقفة حول المنطقة هذه الخاصة في وصلات الدفاع المدني. طفاية الحريق اللي ما تعرف عليها واللي مجبرين عليها اللي هي البودرة 6 كيلو والـ CO2 واللي هي ثاني أكسيد الكربون في المناطق الكهربائية، وقد يعني تفيدنا الماء في حرائق الخشب والأوراق والأمور هذه يعني، لكن غير متطلبة ممكن ما نجيبها، لكن قد يتم يعني نحضرها فقط كإضافة أنظمة إطفاء إضافية على الموقع. طبعاً موضوع الدفاع المدني موضوع مخططات وأنظمة أنا ماني حاب أدخل فيه بالتفصيل، حطيته بمحور بسيط جداً كونه يعني موضوع رخص ومواد وتجهيزات وأمور فنية، قد يعني الغالبيتكم يعني ما يشعر بحماس في الدورة أو في المحاضرة أو في اللقاء الآن لأنه موضوع متخصص، لكن بشكل عام أعطتكم هيدز لاين عنه اللي تكون عندكم معلومات فيه. سلم الموضوع لمكتب هندسي ومقاول ومعتمدين ومرخصين بالشكل الصحيح، وإن شاء الله الأمور تبقى سليمة، والصيانة الدورية لهذا الأنظمة بشكل مهم، والتدريب على خطط الإخلاء والطالع ذكرناه سابقاً هي من ضمن الإجراءات المطلوبين فيها. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. هذا رقم التواصل واتساب، رقم إدارة السلامة في الشركة الوطنية، اللي يحب يتواصل معنا لموضوع معين ممكن يتواصل معنا. وهذه دورة عناب ممكن تحصلوا فيها كامل التفاصيل عن النماذج واللي بحثتوا عنه والاستفسارات اللي سألتوا عنها. إن شاء الله ما يكون طولنا عنكم اليوم ويكون استفدتم. اللي عنده استفسار أو سؤال أنا رأيي يروح للكواتشن، الأسئلة اللي كواتشن إيه، لأنه الشات صراحة كثير شات، اللي عنده سؤال معين يسألنا عليه أو يسألنا على الواتساب حتى ممكن أجاوبه ما في مشكلة، أو يسألنا على الكواتشن والأسئلة ممكن أجاوبه. الشات صراحة ماني قادر أدخل عليه كثرة الشات كثير، لكن الكوتشن A للكيو and A ممكن أنا أدخل عليه وأشوف لأنه عدد قليل من الأسئلة اللي فيه. إن شاء الله اللقاء وضح لكم كثير معلومات وفادتكم. نتذكر دائما ونعيد ونقول أن السلامة ليست مرتبطة في إدارة معينة، ليست مرتبطة فقط منسق أمن وسلامة، هي مرتبطة في الجميع ومسؤولية الجميع. ما نخليها ليفل 2 أو ليفل 3 أو مش خطوة رئيسية، لا هي خطوة أولى في أي إجراء نتخذه
نعرف أن السلامة مرتبطة في صحة المعلم، في صحة المعلمة، في صحة الطالب، في صحة الطالب، هو الأساس. وأنتم عارفين يعني بيئة التعليم هي البيئة اللي تخلق الأجيال وتخلق المجتمع، فالأساس يكون صح عشان تمشي المصانع صح، تمشي الإنشاءات صح، تمشي الجامعات صح، تمشي الطرق صحيحة. لو بنينا هذا المجتمع المدرسي بالشكل السليم والآمن والصحي صدقا يعني حتلاقي يعني حتى نحن الكبار حتلاقي أثرنا، أغلب أثرنا في حياتنا الواقعية الآن كله بسبب المدرسة. فما لك الآن أنتم قاعدين الآن تأثروا على الطلاب وتأثروا على الطفل وتأثروا على المدرسة والبيئة، وتكون البيئة صحية وسليمة والكل يتفاعل بهذا الشيء بأبسط الإمكانيات بالقدرات اللي عندنا. ما نظل نقول تحمل المسؤولية على الغير، لا، حاول تتحمل المسؤولية، حاول تنفذ بالموجود قدر المستطاع. إن شاء الله ما يكون طولنا عليكم وفدناكم في المعلومات. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. أنا في انتظار أسئلتكم خلال 3 دقائق القادمة. اللي عنده سؤال استفسار أو تواصلوا معنا من خلال واتساب. الله يحييكم جميعا وبالتوفيق للجميع. شكرا لك المهندس فارس ويعطيك العافية. صراحة كانت جلسة ممتعة وثرية لنا أولا كحضور من فريق المنصة، وبتأكد كمان للحاضرين من المرشحين، فما تقصر بإذن الله. بس للتنويه، الرقم هذا خاص بالأستاذ فارس، بمعنى إذا كان في أي أسئلة أكاديمية خاصة بالمادة العلمية ممكن يكون فيها الاستفسار. اللي كمان عنده يرغب يعني أسئلة أخرى موجودة في المنصة، خانة النقاشات. خانة النقاشات هذه تتيح لكم أنكم تحطون الأسئلة، وإحنا بإذن الله راح نحصل لكم الجواب الأكاديمي من عند المهندس فارس. زي ما ذكرنا أول، ما في طريقة تحضير أو رابط تحضير. إحنا بإذن الله بمجرد إنهاء الجلسة راح توصلنا قائمة بجميع الحاضرين بالأوقات اللي حضروا فيها. لو تسمح لي أستاذي، حابة أشارك الشاشة فقط. أكيد. تمام. هذه الQR كود الموجود هنا على الشاشة، هذا راح يوديكم بشكل تلقائي للمحادثة المباشرة مع فريق الدعم في المنصة. طبعاً مهم أنوه أنه يعني أي استفسار بخصوص الشهادات، بخصوص إذا عندكم مشاكل تقنية، حتى الأشخاص اللي يرغبون في ترشيح أنفسهم لحضور الدورة واليوم حاضرين معنا مجرد مستمعين، ارسلوا لنا بياناتكم. بإذن الله راح نرفع قائمة طلب لإدارة عسير بأننا نضيفكم في التدريب على المنصة. فبإذن الله لا تشيلون هم، الجميع يعني راح يكون له فرصة يحضر التدريب على المنصة. وزي ما شرحنا، الشهادة راح تكون بإذن الله متوفرة بعد 2 أسبوع من الآن. نعتذر أن الوقت يعني ممكن يكون متأخر لكم، لكن ودنا بما أنه البرنامج يستهدف أكثر من 2700 متدرب، فحابين نصدر شهادات مرة واحدة للجميع. فلا تقلقوا، بإذن الله راح تكون موجودة لكم، تستطيعون تحميلها وطباعتها بإذن الله. أي استفسار تقني حابين الإجابة عليه، أنا موجودة هنا الآن لأن يعني خلال دقيقة، أو عندكم الكيو آر كود الموجود. طيب أستاذة، خلينا أجاوب بس على أسئلة تفضل. طيب، طفايات الحريق المنتهية صيانتها من خلال المقاول معتمد في الدفاع المدني وله رخص، بتقوم بصيانته، لازم توقيع عقد صيانة. طيب، الطفايات طبعا لها فئات، المعروفة في السوق والمعروفة بتوزع البودرة، هو أهم نقطة، اللي تكون عندك البودرة بتنفع لأغلب الحرائق. الدربزين بالنسبة للمدارس اللي بتكون خطرة على الطلاب، ولهذا شوفوا لكم توقيع عقد مع أي جهة، ارفعوا الدربزين باختصار الموضوع، يعني حلوا الموضوع بأي طريقة. ما في حد حللكم الموضوع، اعملوا حواجز حول المكان مؤقت لين تنحل المشكلة، وظلكم ارفعوا للمباني وللصيانة لين عدلكم الموضوع. طيب، غدة قطاعات تبقى تعمل دورة الناس وتتواصل معكم. أعطتك يا أستاذ عبدالله الرقم موجود عند في العرض، من نسأل لغير المباني المدرسية السيئة غير صالحة. طيب، مدارس المباني بشكل عام
المباني المسؤولة وتواصلوا معهم وشوفوا كيف الإجراءات اللي ممكن تطبق عليها. لو غاب المسؤول عن السلامة أستاذة هاجر قلنا موضوع السلامة اللي خاصة في الحريق قلنا الكل يتدرب عن إطفاء الحرائق مش واحد. طيب شكرا أستاذة فاطمة. طيب بالنسبة للأستاذة شقرة القحطاني، وضع لوحة تحكم صحي في غرفة الحاس خطأ. لو لوحة الحارس يكون فقط يشوف ريبيت يعني يشوف المعلومات، أما الأصل يكون داخل المدرسة لوحة التحكم. أغلب مدارس فيها مخارج طوارئ، طيب ما في مخارج طوارئ، في أبواب، استخدم البوابات الموجودة، ما تنتظر أي باب موجود استخدمه للإخلاء. ما استجابت الجهات ظلك ارسل واخلي مسؤوليتك، اللي بيقول أنا أرسلت للجميع الجهات وما استجابت. طيب سؤال فني، رقم الاتصال ممكن بخير الكود السعودي والسلام على كتاب اريد ان اثقف في الكود السعودي. اكتب موضوع الكود السعودي بيديك في بي دي اف وحتحصل المعلومات اللي فيه. تمام الكود السعودي، اكتب الكود السعودي على جوجل، اكتب الكود السعودي على جوجل حتحصل فيه ملفات كامله متعلقه في السلامه وغير السلامه، في سلامه انشائيه، سلامه خرسانه، سلامه كهرباء، سلامه موضوع طويل بس يعني هندسي شوية محتاجة أحد يفهمك إياه أو يفهمك إياه. رقم الواتساب اللي خاص في إدارة السلامة في الشركة الوطنية اللي حاب يتواصل معانا، خاص مش في عنب وليس خاص في المنصة، خاص في الاستفسارات الفنية المتعلقة في السلامة، نحن ممكن نعطيكم خدمة فيها فقط، اللي هو 055-3390-739. هذا في واتساب ممكن تواصل معنا فيه خاص لإدارتنا نحن سام، نخدمكم فقط في أمور تحتاجوها، لكن كمنصة عناب، نماذج، الدورة، شهادات، تواصلوا مع إدارة عناب الموجودة عندكم. إن شاء الله ما كنا قصرنا معاكم وفدناكم باللي قدرنا عليه. نسأل الله التوفيق والسلام للجميع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا أستاذة سارة، شكرا سلام. شكرا لك أستاذ مهندس فارس، وشكرا للحضور، يعطيكم العافية وتستطيعوا الخروج. سيتم الآن إنهاء الجلسة، شكرا لكم.